قدام ان رجع بالوراء كده سنتين بس او ثلاث سنين هو يبقى اطفال كلها يا يلا يا شباب بقى صباح الخير بقالي نص ساعة واقف تقريبا خلاص نكتب يلا خليكم معايا بقى سيبكم ان شاء الله هنبدا برش بسيط جدا 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 برش الجينيتكس وبرش الجينيتكس مختلف عن جينيتكس بتاعت الاطفال كلها حاجه صغيره كده لان الاصل ان انت ما بتنامش من اول مره هو ده الاصل يعني دي البرشات المفروض تشرح تفهم لكن ده الاصل ان انت ايه؟ فهمت من اول مره عادي يعني خالص مش اي مشاكل. فاللي ما يفهمش عادي يعني مش عيب يعني مش عادي. مواضيع كلها مواضيع بسيطه. وهو برانش لطيف ان ومهم ان لازم يجيب منه اسئله. يعني انت عندك ورقه جينيتكس فيها جينيتكس والبون وبروس كبيزك يعني بلس وماينس ليفر وبرايون زي كده. مشكلة أسئلة الجينيتكس حاجة إن الورقة الرابعة دي لو أنتوا عارفين إن مفيش معاها إم إس كيو يعني مش أحسن يعني سؤال 25 درجة زي اللي الورقة فيها إم إس كيو 10 درجات يعني بعد الشر بعد الشر لو سؤال طار منك خالص في أمل في أمل لكن لو سؤال أبو 25 طار خالص ده صعب بصراحه صعب وبقيت الحاجات توزنه لو طار خالص اللي هو انت عملت غلط خالص او فهمت غلط خالص او ممكن تبقى خالص ما كانش في حاجه انا قصدي ان هو يعني ما بيكونش كويس ان نص نص ماشي الدنيا تمشي يعني في طاقه في مشاكل فاذا لابد ان يذاكر شويه بذمه شويه يذاكر بذمه شويه لان الموضوع مش ايه مش مستحمل حاجه غير ان شاء الله طبعا المحاضر العملي هيبقى عارف اجابه السؤال يا ريت يعني ما يجاوبش انا عارف ان هو حضر العملي كل الكلام ده في العمل سيب بقى اللي ما حضرش العمل يشوف ايه رايه ايه طبعا قبل بس ما نبدا اولا ال دي
ذكي برضه ما تفرقليش اول وثاني ورقه هي ام سي كيو اطفال على بعض ما هي انا برضه اساسيه جينس ام سي كيو فاكر بس الشغله الرابعه ما فيش فيها ام سي كيو يعني ما يجيش في جينس يجي برضه في الفرقه الاولى والثانيه ماشي الحال كده مهم فالكروموسوم طبعا هنشوف ار اسمها بي ولونج ار اسمه كيو بينهما سنترومير بينهما ايه سنترومير كل ارم متقسمه الى حاجه اسمها ريجون حاجه اسمها ايه ريجون مثلا شورت ارم متقسمه لدين ريجون اللونج ارم 1 2 3 4 5 ريجون ويتم ترقيم الريجونز بدءا من السنترومير يبقى دي نمره واحد ودي نمره اثنين دي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه دي حاجه صعبه كده ثم كل ريجونز بعد ذلك يتم تقسيمها الى بانز يتم تقسيمها الى ايه؟ بانز كل ريجونز تقسيمها الى ايه؟ حتت يعني الريجون دي هقسمها كمان حتت والبنز برضو يتم ترقيمها بدءا من السنترومير يبقى دي البند رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سهلة كده في حاجة صعبة لو أنا عايز بقى أقول البند دي البند دي اسمها إيه وهكتبها إزاي مش دي البند الرابعة بتاع الريجون الثانية بتاع اللونج آر بتاع كروموزوم سبعة مثلا اهو هتخيل ده كروموزوم رقم سبعة هيبقى كده صح كده؟ دي الباند الرابعة من الريجون الثانية من اللونج ارم بتاع كروموزوم سبعة بتتكتب ازاي وبتنطق ازاي؟ بتتكتب كده سبعة ماشي؟ بتنطق ازاي؟ 7 كيو 2 4 كويس كده؟ 7 كيو 2 4 سهلة؟ معناها ايه؟ معناها انا بتكلم في الباند الرابعة بتاع الريجون الثانية بتاع اللونج ارم بتاع كروموزوم سبعة سهلة؟ دي حاجة صعبة؟ ماشي الحال؟ ساعات بعض الأحيان يقسموا الباند إلى سب باند كمان يعني دي تتقسم ايه؟ إنها صغيرة لو أنا عايز أكتب السب باند بس دي مش مهمة أوي بقوم كاتب بوينت هنا مثلا يبقى تعرف ان دي الايه؟ السب باند بتاع الباند الرابع. سهله كده بس دي مش مهمه قوي مش شائعه ماشي الحال؟ ساعات تقسم الباند كمان الى ايه؟ سب باند. انا عايز اتكلم على السب باند لو قلت رقم بقى جنبها بكتب بوينت 3 انا بتكلم على السب باند الثالثه بتاع الباند الرابعه بتاع الريجن الثانيه بتاع اللونج ار بتاع كروموزوم ايه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ وبتنطق 7 كيو 2 4 بوينت 3 سهلة؟ ماشي الحال كده؟ ها؟ ده ايه؟ يعني ده وراه اهميته ايه؟ لما اقول لك هو غلط لما اقول لك الاجيل سندروم او بلاش داي جورج 22 كيو 1 1 ديليشن يبقى داي جورج ده معناه ايه ديليشن في الباند الاولانيه بتاع الجون الاولانيه بتاع اللونج ار بتاع كروموزوم 22 ده 100000 سندروم بقى فيهم ميوتيشن او ديليشن في باند معين انت عارفه الكلام ده ايه معنى ايه سهل الكلام كده دي حاجه صعبه جميل كويس قوي بس احنا قلنا اول حاجه تركيب الكروموزوم الاصلي شورت ارم ولونج ارم سنترومير ريجون باندز سهله سهله الكروموزوم ده يا جماعه بس هو الديفايدنج كروموزوم فقط يعني الكروموزوم هو بيديفايد بيبقى عبارة عن تو كروماتيدز حاجة مشهورة ماشي الحال كده يعني بيبقى دبلنج نفسه بعد كده هينقسموا يعملوا تو كروموزومز كل واحد في خلية يعني هذا المنظر لن تجده إلا في الديفايدنج كروموزوم طب ليه هو المشهور؟ ليه هو المشهور مع إن هو مش الأصل؟ صح ليه هو مشهور؟ عشان حضرتك هتشوفه في الديفايدنج مش هتشوف الريستنج ستيت لأن الريستنج ستيت الكروموزومات صعب جدا تتشاف عباره عن 46 خيط متشابكين في بعض كده عاملين كوره زي كوره التريكو ما تشافش واحد منهم من الثاني هشوفه كويس لما يبقوا ديفايدنج وعاد عن بعض ديفايدنج جوه الخليه براحتهم هي ده المشهور انا مش الاصل
الجينات كده. ده شكل الكروموزوم تحت الالكترون مايكروسكوب، عباره عن دبل ستراندد دي ان ايه اللي هو الشكل المشهور، عباره عن بيز بيرز تحت بعض، كل بيز عباره عن شوجر وفوسفيت، وبعد كده يا ادينين يا سايمين يا جوانين يا سيتوزين، مشهوره خالص صح كده، دي حاجه مشهوره. اما ده بقى هو منظر الكروموزوم اللي هتشوفه بعينك، حاجه اسمها كاريوتايب، اشرحها بالتفصيل عشان شكله عامل كده، عباره عن دارك اند لايت بانز كده، الفلودة بتكون بيضاء. ده منظر الكروموزوم في الايه؟ في الكاريوتايب، اللي يجيلك في الامتحان او يجيلك في الحياه، شكله بهذا المنظر. سهل الكلام؟ سهل الكلام. عندنا كام كروموزوم في جسمنا؟ كل خلية قلنا مش صح الكلام ده، هما 23 في الزاوج من الكروموسومات صح كده، يبقى احنا عندنا في كل خلية 23 زوج من الكروموسومات، كروموسوم واحد منه اثنين، كروموسوم اثنين منه اثنين، وهكذا لحد ما نوصل لكروموسوم 22 منه اثنين، ثم اكس اكس او اكس واي حسب السكس وذا انديفيدوال. يبقى احنا عندنا دلوقتي 23 زوج. ال 23 الرقم ده بيرمز له بالرمز ان في الوراثه، يبقى كل خليه في جسم الانسان فيها نواه فيها 2n صح كده؟ حاجه صح؟ الا طبعا خليه واحده اللي هي الاوفا او السبير، بدل ما فيها 2n فيها ايه؟ n فقط. فاهم كده؟ بيسموا الخليه اللي 2n دي داي بلويد سيل. داي بلويد يعني ايه؟ البلويد يعني رقم ال داي بلويد. الخلية اللي فيها ان بس يسموها هابلويد، نص، وهاب اللاتين يعني نص، هابلويد. سهلة؟ دي حاجة صعبة كده؟ الكروموزوم من 1 إلى 22 بيسموه كروموزوم الكروموزوم، وآخر بير بيسموه السكس كروموزوم، لأن 1 إلى 22 بيسموهم إيه؟ كروموزوم الكروموزوم، آخر بير بيسموه سكس كروموزوم. التيب بتاع الكروموزوم اسمه تيلومير. التيب بتاع الكروموزوم اسمه ايه؟ تيلومير. ده تيب بتاع الكروموزوم اسمه تيلومير. في حاجه صح؟ مجموع الصفات اللي موجوده على الكروموزومات هذا كلها على بعض كده اسمها يور جينوتايب. مجموع كل المعلومات اللي موجوده على كل ال 46 كروموزوم ده ايه؟ يور جينوتايب صح ولا لا؟ اه ده الجينوتايب بتاعك صح كده؟ هذه المعلومات تؤدي الى منظر معين صح؟ المنظر ده اسمه فينوتايب ماشي الحال؟ يعني لو قلنا ان الجين بيقول خلي الواد طويل، يبقى الجين ده از يور جينوتايب، لما تبقى طويل اسمه الفينوتايب. حاجة صعبة كده المظهر اللي بره، حاجة صعبة كده. يبقى الجينوتايب هي مجموعة المعلومات الموجودة على كل الجينات اللي موجودة على كل الكروموزومات، الفينوتايب هو المظهر بقى بتاع هذا الايه؟ هذا الجين. سهل الكلام كده؟ هتلاقي حاجة اسمها تريت. تريت دي اللي هي اليونت اوف فينوتايب، يعني ايه؟ اللي هي الصفة. التريت اللي هي الصفة، يعني صفة لون العين، ده اسمها ايه؟ صح ولا لا؟ صفة الطول، صفة الشعر خشن ولا ناعم، كل حاجة اسمها ايه؟ تريت صح كده؟ كل تريت يتحكم فيه جين او اكثر صح؟ كل تريت يتحكم فيه جين او اكثر، ممكن طبعا يكون في كذا جين بيتحكم في نفس الايه؟ في نفس الصفة صح ولا لا؟ يبقى دي اسمها ايه؟ تريت. ايه بقى الجين دوت؟ حتة خالص على الكروموزوم، حتة ضمناها خالص على ايه؟ عشان تبقى فاهم الجين ده ايه؟ كل باند فيها شوية جينات. كل باند فيها فيو جينز. 7 8 9 حسب الباند ايه؟ حجمها قد ايه؟ وجين ريتش ولا لا؟ يبقى الجين ده حتة ايه؟ على الكروموزوم. عبارة عن سيكونس اوف بيزز. سيكونس اوف ايه؟ اوف بيزز. بتتحكم في ظهور تريت معين. هنتكلم بقى بالجينيتكس. سهل الكلام كده، يبقى الجين حتة صغيرة على الكروموزوم. عبارة عن شوية بيزز جنب بعض تتحكم في حدوث تريت معين أو ظهور تريت معين. سنتات
يا دكتور الكروموزوم ده هو واحد وطبع نفسه واحد وطبع نفسه صح يعني هو كده اكله كتابه الكوره عمل كتاب تاني زي بالظبط بس لازم اربعه يبقى كل حاجه موجوده هنا اكيد موجوده هنا صح ولا لا مش حاجه شبكه هنا صعبه تعمل صفه معينه في حاجه صعبه كده في حاجه صعبه جدا. احنا زي ما اتفقنا يا شباب ان كل كروموزوم منه اثنين مش كده يعني كروموزوم 8 ده منه اثنين الاثنين 8 مع بعض كده يدوم اسم كده هومولوجس كروموزوم الاثنين 8 اسمه هومولوجس كروموزوم كروموزوم نمره 8 الاثنين 19 يسموه هومولوجس كروموزوم ماشي الحال كده كويس قوي يبقى هنتكلم كده عن لا يا دكتور بس دي حاجات مش محتاجه فهم من اول مره ممكن يبقوا بيقولوا نفس الكلام يعني نفس الكلام ده بيقول خلي الواد طويل ده بيقول خلي الواد ايه طويل لما بيقولوا نفس الكلام يبقى اسمهم هوموزايجوس اسمهم هوموزايجوس ادام بيقولوا نفس الكلام يلا يا عم رجب خلاص يلا ماشي الحال كده اقول تاني يبقى وانت حاسس بس انا حاسس بالبصره حاسس بالبصره عايز يترفع شويه عايز يترفع المبصر طيب بس احنا حاجات بس عايزين رمون بس رمون تاكد شكرا
ثالث بس نفس الصفه. خلي بالك يعني واحد فيهم خلي الواد قصير وواحد خلي الواد ايه طويل طيب لو الجينز هيتيرو زيجوس واحد يقول حاجه والتاني يقول العكس لازم الكلام واحد فيهم يمشي. يعني حاجة عظيمة. نحن الآن في صفحة ايه؟ بدون هو عمي عمل موضوعي على صوه عنده 24 هو بيجيبش أي حاجة دليل على أنه شغال هو ده ما بيجيبش اي حاجه ده يعني هو شغال خلاص انا هنجيب مش بنجيب اخر حاجه خالص في حاجه اسمها هيمي زايجوس لا هتير ولا هيمي يعني بص اللي هو واحد عنده نص على الجينات بس ازاي يعني هو نورمال مين از هيمي زايجوس for the genes on the X chromosome صح ولا لا عنده بس نصف عدد الجينات اللي موجودة على الإكس كروموزوم عنده ايه؟ إكس واحد صح ولا لا ان الواي ده مش عليه جينات زي الإكس مش كده الإكس يبقى طويل الواي ده قصير خالص دي بتبقى فيتال او مش فيتال
هتلاقي ايه الروتين او لا فمع الميوتيشن هبقى بتكلم على انهي ديجري اوف سيفيريتي اسمها جينوتايب فينوتايب كورليشن يعني في كورليشن ما بين الميوتيشن والفينوتايب اخر اللي هيحصل وصلت ولا ما وصلتش زي كده سيفيريتي يعني كثير من الاوضاع الوراثيه تبقى معاك في السيفيريتي فلما اعمل ميوتيشن ده برضه غيره هيبقى سيفير هي مع اجريسيف في العلاج مثلا لو في حاجه اجريسيف اعمل وصلت ولا ما وصلتش يعني مثلا اللونج كيوتي سيندروم مشهور خالص في بعض الميوتيشن معاك تعمل خاض الدس ده اول ما يجي مش هديله بقى اندرار ده انا هديله على طول اعمل له ايه الجهاز بتاع الاي سي دي مع ان انا ايه خلاص اللونج كيوتي سيندروم زي كل اللونج كيوتي لو عايز بقى هروح الاندرار لو في اعمل مش عارف اي سي دي صح ولا لا اعمل انا بعرف انه هذه الميوتيشن موجوده وانا عارف ان هي سيفير ومع هاي اكس بتنقاض النفس لكن على طول اي سي دي وصلت ولا ما وصلتش اسمها جينوتايب فينوتايب كورليشن سهل الكلام سهل حاجه عظيمه جدا دي الحاجه اللي بعد كده عندنا حاجه اسمها فيوترو اللي هي يوترو احنا البنش اللي بقى فوق ده ايه اللي بنعمل فيها فيوترو حتى عايز نعمل بسيمفونيه كده فيوترو دي طبعا ايه فيوترو احنا عمالين نتكلم من اول ما بدانا ان الجين بيتحكم في التريد لما جين يبوظ او صلب لما جين يبوظ طيب عنده ايه بس في بعض الجينات بقى ما بتتحكمش في تريت هو جين واحد بيتحكم في كذا تريت فلما يبوظ الجين الواحد ده يعمل لك مان مول كلينيكال مانيفستيشن هي دي بليوتر ان جين واحد باظ عمل ايه وايد فرايتي اوف مانيفستيشن زي مثلا اكزامبل تيوبراسكليروس هو جين ايه واحد بيبوظ اظن دومينانت جين واحد على كروموزوم معين باظ عمل الدرجه عمل السيمينيشن وعمل التيومرز وعمل كل ده جين واحد ايه اسمها بريود مارفان سيندروم هو جين واحد بس هو عنده ايه اسمها بريود بعض الجين حكي بصفه معينه واحده بس لما جين يبوظ بيدفكت في هذا الاورجان او في هذا التيشو لكن بعض الجينات البرودكت بتاعها يخش في كذا اورجان فلما هذا البرودكت باظ لها ماري وايت يعني كمان اسمها بليو سهل الكلام كده في حاجه صعبه رقم ثلاثه في الاكزامبلز مش مهم مهم تعرف مش مهم ايه تعرف بس واحد واثنين مش كان ده برضه في تقريبا مين جينز لو باظوا يعملوا حاجه افضل خلاص ده بص يا جماعه اللي طبعا عارف ان كلكم ما شاء الله عليكم مبدعين زي كده جبت مره واثنين وعشره مصادر مصادر جامده جدا مصادر جامده جدا يعني كتاب حقيقي اصلا خلاص شفتكم من نيلسون وامري والحاجات دي ماشي الحال كده انا عارف الكلام ده بقول على راسي من فوق بس انا عايزك في الجينيتكس اللي اتقال فاهمه هو انا مش فاهمه فاهمه على راسي مش فاهمه اقول لك تاني اللي جاي استفدت اللي جاي احلى ماشي الحال كده بس الاسئله اللي فاتت عايز تطلعني معلومة صايعة كده انت كبير خلينا بس الاول فلو اي حاجة من اللي فاتت مفهومة اللي الحاجة اللي بعديها اسمها بنترانس بنترانس ايه بنترانس احنا تعرفوا حاجة اسمها دومينانت جين اسأل يعني ايه دومينانت جين؟ يعني هيظهر صح ولا لا؟ معنى كده دومينانت جين يعني ايه؟ هيظهر طيب صح ولا لا؟ فاحنا خلاص عارفين ان في جين ما دومينانت وصدفة كده يا عند واحد الجين موجود وبالفضل هيبقى عرض. دي فينومينا اسمها نون بينيترانس نون بينيترانس يعني جين معروف ان هو دومينانت كده وجين شخص معين يبقى المفروض ان هو ايه؟ يظهر ما ظهرش دي حاجه اسمها نون بينيترانس او ريديوست بينيترانس ماشي حاجه كده تعريفها ايه تعريف البينيترانس هي كميه الناس اللي عندهم الاعراض وعندهم الجين يعني ايه الكلام ده لو هنفترض ان الجين ده كل ما يجي يظهر اعراض يعني ايه كل ما يجي يعني الجين ده
سيروزيدوز على كل الناس مثلا؟ لا صح، كل مين التجديد على سيروزيدوزس يجي سيروزيدوزس، يبقى هذا الجين 100% صح ولا لا؟ مش كده؟ لقينا الجين ده هو دومين وبيجي بس في 10% من الناس عندهم مش موجود، يبقى هنا 90% وهكذا. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام. تاني البنترانس ده هي كميه الناس اللي عندهم الاعراض من اللي عندهم الجين، صح كده؟ لو كل ما جين بيجي نظر الاعراض يبقى 100% بنترانس. سهل الكلام كده؟ في حاجه صح؟ بس ما ظهرش النون بنترانس. سهل الكلام؟ في حاجه صعبه؟ في عندنا حاجه اسمها اكسبريسيفيتي. اكسبريسيفيتي، ايه اكسبريسيفيتي دي؟ اللي هي variable degree of severity، variable degree of severity. فعيانين inherited the same mutation، يعني ايه الكلام ده؟ هتلاقي بني ادم مش بتكلم على فكره على لسه الميوتيشن، دي حاجه مختلفه خالص، الجينوتايب الجينوتايب كورليشن، لكن نفس الميوتيشن يا مؤمن، نفس الايه؟ الميوتيشن. تيجي عند شخص يبقى عنده سيفير سيروزايتوز ويبقى ترانسفيوجن ايه؟ ديبندنت، وحالته صعب خالص، بيحتاج سبنكتوم بدري، ونفس الميوتيشن عند شخص اخر يجي برضه سيروزايتوزس بس مايلد كده، بياخد نقل دم كل 7-9 شهور، يجيله جول ستونز متاخر خالص وما يحتاجش سبينكتومي خالص. وصلت ولا ما وصلتش؟ السبب التفسيري جالي حاله بس وصلت ولا ما وصلتش؟ يا جماعه خلي بالك، بنترانس بتتكلم عن المرض ظهر ام لم يظهر، اكسبريسيفيتي بتتكلم المرض ظهر بسيط ولا قليل. وصلت ولا ما وصلتش؟ الاثنين لهم تفسير واحد. طبعا ده كلام مش منطقي، ازاي ميوتيشن يبقى تعين سيفير مع اي تايم؟ ازاي حاجه دوميننت تظهر في حد وما تظهرش في حد؟ قال لك في حاجه ما كناش نعرفها زمان، يعني ان الجين بيبقى انهيرتد من الجينات اللي حواليه، والجينات اللي حواليه دي لها تاثير عليه مش مالهاش تاثير، قد تكون الجينات دي اللي هي بتتحكم في نفس الصفر. ماليش دعوه الجين بتاع السيروزيدوز جنبيه جين ده حاجه ثانيه خالص، بس له تاثير غير مباشر عليه. فلو شخص اب تعبان اهو كان عنده الجين وعنده مرض ده، فورث الجين ده لايه؟ لابنه. بس الجين الابن ورث الجينات اللي حواليه من مامته، بس اللي حواليه كويسه قدر تعمل موديفيكيشن او سبريشن في الجين الوحش، فما ظهرش عند الواد او ظهر بصوره اقل. اقول تاني الاثنين ده تفسير الاثنين، الاثنين ترانسبرت سبيسيفيك عامل سبريشن خالص ما ظهرش، خففته شويه هي هيظهر بس ايه؟ بس خفيف. يبقى اذا الجينات اللي حواليك اي جين بتؤثر عليه بصوره غير مباشره، يعني الجين بيشتغل في انفايرمنت اوف جينز مش بيشتغل لوحده كده. فطبعا دي قد تختلف من شخص الى اخر، يبقى عنده نفس الجين بس الجينز اللي حواليه ايه؟ مختلفة. وتفسير اخر لنفس الموضوع انفيرومنتال فاكتور، ده لك الموضوع الجينات هي حاجة موروثة وكل حاجة بس الانفيرومنت بيأثر فيها. وده موضوع كبير خالص بقى بياخد ميكروسكوب بيدرسوه بره تخصصات اسمها ايبي جينيتكس. ده حاجة كبيرة عليك خالص. لو تأثير الانفيرومنت على الجينز. يعني ممكن الانفيرومنت يغير الجين ده، ده ممكن يغير الجين. زي الكلام كده ممكن بعض الانفيرومنتال فاكتورز تغير الجين اكسبريشن، اذا ما يطلعش او يطلع اقل او اكثر من ايه؟ سهل الكلام كده. فبقى عندك الجين الجائزه دي موجود بس مش طالع ليه يا ربي، او طالع ما كانش طالع قبل كده من اب وام عشان انفيرومنتال فاكتورز، ده دراجز اكسبوجر، حاجات دي فيها فارماكوجينيتكس، موضوع كبير كده ممكن ياثر برضه على ايه؟ على فايرال انفكشن مش عارف ايه جنبي. صباح الفل، سهل الكلام كده؟ سهل الكلام. الموضوع اللي بعديه حاجه اسمها احنا ان شاء الله خلاص يعني قربنا نخلص الحاجات البايخه. الحاجات اللي هي الظريفه. حاجه اسمها هيتيرو جينيسيتي. جينيتك هيتيرو التنوع الوراثي، جينيتك هيتيرو جينيستي او هيتيرو جينيتي. اول حاجه اسمها لوكس
لوكس إتيروجينيسي. لوكس هو مكان الجين. مكان الجين. لوكس إتيروجينيسي. إيه الكلام ده؟ يقول لك إيه؟ أنت ممكن يبقى عندك مرض واحد. مرض واحد. سهل الكلام. ونفس المرض يتعمل أو يظهر بمالتيبل جينز. طب ونفس الإيه؟ نفس المرض اسمها جينيتك أو لوكس. زي ايه؟ اقول لك حاجه بسيطه خالص. انت عندك مركب A بيديك مركب B بيديك مركب C بيديك مركب D صح؟ ده محتاج انزيم وده انزيم وده انزيم صح؟ او الانزيم ده باظ او الانزيم ده باظ او الانزيم ده باظ مش الانز ريزلت ان دي ما حصلش فالكريتيكال فيكشر واحده دي ديفيشنسي مع ان ده جينيتك هيديروجينيستي او لوكس هيديروجينيستي كذا جين هو ايه؟ وصل ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ مثلا عندك واحد من ام بي اس سندروم اسمه سانتيليتو سندروم ام بي اس طيب كان ده ام بي اس انت تزود سانتيليتو بالتبادل هاي الكلام كده ده جمع سيفير منتال افكشن ومينيمال فيزيكال فايندنجز يعني ده جون ده منه اربع انواع باربعه ديفرنت جينز داخل جينج بيكشر ايه؟ واحد سانتيليتو سندروم مصيرته ولا مصيرته اسمها لوكس هيتيروجينيزي ان كذا جين ديفكت اي واحد فيهم يبوظ يعمل لك نفس المنظر وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام يعني مثلا كونجنيتال سنسوري نيورال ديفنس دي حاجه مهمه جدا في 16 ديفرنت جين مختلفين اي واحد فيهم يبوظ يعمل لك كونجنيتال تورد ايه ما بيسمعش معلومه كل دي حاجات اسمها لوكس هيتيرو جينيسيتي ماشي الحال الحمد لله دي حاجه عظيمه جدا جدا اللي بعديها اسمها الليليك هيتيروجينيستي يعني هيتيروجينيستي في ايه؟ في الاليل صح ولا لا؟ اللي هي عكس بقى ده كذا ديفرنت ميوتيشن تعمل نفس الايه؟ الكلينيكال بيكشر بس بنفس الجين مش في ديفرنت جينز بقى يعني ممكن الجين ده يفوز بكذا طريقه وفي الاخر الكلينيكال بيكشر ايه؟ واحده سيستيك فايبروسيس عندنا 1000 ميوتيشن تخيل ممكن الجين بتاع السيستيك فايبروز ده يبوظ ب 1000 طريقه مختلفه وفي الاخر النتيجه الواحده هي ايه؟ سيستيك فايبروز وصلت ولا ما وصلتش؟ اسمها الليليك هيتيروجينيسيتي تاني لوكس هيتيروجينيسيتي ديفرنت جينز باظوا على ديفرنت كروموزومز عملت نفس الكلينيكال بيكشر لوكس هيتيروجينيسيتي الليليك هيتيروجينيسيتي نفس الجين باظ بطرق مختلفة فانا عملك نفس الكلينيكال وصلت دي حاجة صعبة اللي بعديها اسمها فينوتيبك هيتيروجينيسيتي او كلينيكال هيتيروجينيسيتي او هيتيروجينيتي ايه دي؟ هو نفس الجين نفس الجين لو حصل فيه ديفرنت ميوتيشنز يعمل ديفرنت ايوه مش متوقع صح ولا لا؟ انت متوقع ان الجين ده له فانكشن معينه لما يبوظ سواء باظ بانهي طريقه له فانكشن تبوظ يعني نفس الكيميكا دي ايه؟ فيكشر صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ هي بعض الجينات يعني الاصل بالجين مثلا في ميوتيشن اي او بي او سي او دي او اكس او زد او واي نفس الكيميكا فيكشر حصل في ميوتيشن باي طريقه نسيت فيبوظ في الاخر وصلت ولا ما وصلتش؟ لكن الغريبة نلاقي جين يبوظ بطريقة اكس يعمل سندروم ما يبوظ بطريقة تانية سندروم تاني خالص او مختلف شوية صح ولا لا؟ اسمها كلينيكال هيتيروجينيسيتي بيقال ان غالبا سبب الفينومينا دي بليوتروبي يعني ايه بليوتروبي؟ هو اصلا الجين ده كان كذا فانكشن انهي فانكشن فيهم اللي باظت عمل ديفرنت كلينيكال وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام؟ خالص أنا بس هو الحته اللي فاتت كانت باينه شويه هي ان شاء الله تبقى الطف عايز اعرف بس لماذا ارى هذه الفيشيال اكسبريشن اسمها ايه يعني غريبه يعني بعض الناس عندهم لانك ستار وغادن بوز واكشن سيجرز وحاجات كده فعايزين اي جي و ام ار اي وريهابيتيشن طبعا مش هيضايقوا معايا ايه الحاجه اللي مش مفهومه في اللي فات تمام كذا طريقه بس عمل نفس القصه بعديها بعد كذا طريقه عمل ديفرنت ديسبوز غالبا كان بليوتر بيطول جين ده كذا فانكشن اصلا فاني ممكن نقول له بص ده هاني ميوتيشن هو لو الجين فانكشن واحده ده
لما تبوظ نفس الكلينيكال بيكشر. لما لو جين كذا فانكشن الجين لما يبوظ يعمل وايت هو ده على حسب بقى ايه حته هيو الباظ ده وصلت ولا ما وصلتش. سهل الكلام دي حاجه عظيمه. دي لوكاس عملت على نفس الكروموسوم ليه في اللوكاس تيرجنستي عملت تشيك في نفس الكروموسوم. لا مش ديفرنت جينز على ديفرنت كروموسوم خالص. نفس الكروموسوم نفس الصف. تاني تاني تاني. انا عارف ان هو لو كلهم موجودين لازم كلهم موجودين عشان كده بس. اه ايوه احنا كلهم في نفس الصفر. في نفس الصفر. انا مسهل التول ده لو عشان الدي تطلع لازم الاي والبي والسي موجودين. اي واحد فيهم موجود بيديه مش هتعرف في الاخر صح ولا لا. لكن ممكن يكون الجين بتاع الايه او الكروموسوم ما وبتاع ده مو تاني خالص صح اسمها لوكاس. يلا شباب اي سؤال. حاضر يا باشا. قول امسك طبعا يا باشا. قول لك الانترو دي ايه عارفاها ومش عارفاها طبعا. الجمله تيجي من ام سي كيو طبعا. وهي الفكره بقى انت عارفاها ومش عارفاها. لوكاس هيتيروجينيستي از عارفاها ولا مش عارفاها ماشي لحد كده. لكن ما تقلفش للاسف الشديد لازم ما تقلفش. جميل جدا. اللي بعديها عندنا حاجه اسمها سيل ديفيجن. سيل ديفيجن الصفحه دي للفهم بس مفيش يعني في الامتحان بس في ولا سؤال بس لازم عشان يكون حاجات بعد كده عشان الناس اللي ايه ما هو موضوع الفهم بس ولا ايه ولا الامتحان. سيل ديفيجن احنا عندنا تو تايبس اوف سيل ديفيجن. حاجه اسمها مايتوزيس حاجه اسمها مايتوزيس. بيحدث في السوماتيك سيلز اللي هي الليفر سكين جي اي تي اي ديفايدنج سيل. الليفر حصل فيه انجري وعايز يحصل ديفيجن فالليفر سيل كان تو سيميلر ليفر سيل. فالمايتوزيس بيحصل في السوماتيك سيل وينتج عنده خليتين شبه الخليه الام تماما. عندنا حاجه اسمها مايوزيس بس في الجيرم سيل هو في الاوفا في الاوفري او في التستس. اول مايوزيس الاول بس في الاستوماتيك سيل اللي هو بيبقى عنده خليتين تشبيهان الخليه الام تماما. هناخد احنا اكزامبل بتو كروموزوم طبعا احنا ابلايد على كل الايه ال 23 بير كلهم ماشي الحال كده. اذا ده كروموزوم نمره واحد وكروموزوم نمره اثنين. واحد واحد دي خليه ريستنج ولا ديفايدنج؟ ريستنج صح كلام كده ممتاز. الكروموزوم هو سنجل كروماتيد زي ما انت شايف. هذه الخليه بقى سوف تقرر حصل ليفر انجري وانا عايز شويه ليفر سيلز يا جماعه. هيبدا ديفيجن هو مش الاصل. اصل الخليه ايه؟ ريستنج. تبدا كل كروموزوم يبني من مكونات الخليه اللي حواليه كروموزوم مشابه له تماما. كل كروموزوم يبني من مكونات الخليه اللي حواليه كروموزوم مشابه له تماما. يبقى كل كروموزوم بقى دبل يبقى شكله عامل كده. ادي واحد وادي ايه؟ واحد وادي اثنين وادي اثنين. مفهومه؟ عشان بس يبقى سيبها اكتر. هو ده اسمه كروموزوم واحد صح؟ اكشولي هو دبل. اه اكشولي هو اثنين بس ما تقولوش اثنين اسمه 1 كروموزوم صح كده؟ عشان هو حالا هيرجع لايه؟ لاصله دلوقتي. حاجه صعبه كده؟ فادي تاني خطوه حصل دبلنج. الخطوه الثانيه ان هم يترتبوا في الميد لاين. يترتبوا في الايه؟ في الميد لاين. خلي بالك الخطوه دي هي الفرق الهائل بين الميتوزس والميتوزس. هو كيف يتم ترتيب الكروموزومات في الميد لاين. في الميتوزس ايوه يا فندم
جنبك اتنين شارع زهير صبري ورا المحلات جاء قريب منك اتنين شارع زهير صبري ورا المحلات قريب جدا منك الخطوة دي مهمة جدا هم بترتبوا هنا ورا بعض خلي بالك ورا بعض يعني ايه ادي كروموزوم واحد اهو يقف ورا كروموزوم واحد اخوه وهنا كروموزوم اتنين يقف ورا كروموزوم اتنين اخوه سهل الكلام كده حاجة صعبة دي خطوة مهمة جدا وبعد ذلك اسمه بقى يرجعوا لاصلهم ايه تاني يرجعوا لاصلهم يبقى شكلهم عامل كده ادي واحد وادي واحد اخوه وادي اتنين اخوه وهكذا وصلت في حاجه صعبه؟ لسه ما جبتش انت المايوس ماشي الحال دورة احسان ماشي الحال امال ليه شكلك كده مهنجة ده الميتوز ماشي الحال يا شباب بعد كده يحصل سيتوبلازميك ديفيجن صح؟ دي خليه ودي خليه شبه الخليه دي ايه؟ الام تمام واحد واحد اثنين اثنين واحد واحد اثنين اثنين وصلت ولا دي حاجه صعبه؟ سهل الكلام ده الميتوز طب ميتوز بقى سبرماتوغونيا عايزه تعمل سبرم يبقى خلي بالك الميتوزس The single step division. One step يعني. وينتج عنه خليتين. مش بين الخلية دي الأم. يعني فيهم two end. صح كده؟ دي حاجة صعبة؟ الميوزس ده. مختلف. سبرماتوجونيا عايزة تعمل سبرم. هي السبرماتوجونيا فيها كام كروموزوم؟ 46 2 two end. سبرماتوجونيا صح ولا لأ؟ الزر في كام؟ 23 يحصل الكلام ده ازاي؟ دي السبرماتوجونيا هي. هتقرر تنقسم عايزه تعمل سبرم يحصل ايه؟ طب كل كروموزوم يبدا يبني من مكونات الخليه اللي حواليه كروموزوم مشابه له تماما يبقى الكروموزوم اللي انا عباره عن 2 كروماتيدز صح كده؟ بعد كده بقى يبداوا يترتبوا في الميمبر خلي بالك بقى الترتيب مختلف وانا سبت اللي فوق عشان يبقى هنا هيترتبوا يا جماعه جنب بعض كل واحد ماسك فخوه في ايده مش ورا بعض زي الاول هيترتبوا شكلهم عامل كده ادي واحد بص وجنبه واحد اخوه وادي اتنين وجنبه اتنين اهو الفرق بين الاتنين واضح صح كده؟ هو ده الفرق الهائل بين الاتنين في حاجه صعبه؟ هيبقى لو بص على الخليه في الميتوزس عباره عن صف واحد من 46 شخص صح كده؟ واحد ورا واحد اثنين ورا اثنين صح كده؟ بينما في الميوزس الاقي صفين من 43 شخص صف ثاني وصلت ولا لا؟ هنا واحد اثنين بيتخانق ايه في اخر كروموزوم؟ 23 كروموزوم لكن هنا واحد واحد اثنين اثنين يبقى 46 صح ولا لا؟ الخلايا دي كام كروموزوم؟ 46 يعني 46 اهو هنا دول مترتبين جنب بعض 23 جنب بعض وصلت ولا ما وصلتش؟ حاجة صعبة يا شباب؟ دورة ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ حاجة صعبة بعد كده بعد ما ترتبوا في الميد لاين يبدأ واحد الدبل خلي بالك يروح في ناحية واحد يروح في ناحية واثنين يروح في ناحية واثنين يروح في ناحية وصلت واحد راح في ناحية وواحد راح في ناحية واثنين راح في ناحية واثنين راح في ناحية صح كده ثم يحدث سيتوبلازميك ديفيجن عمل خليتين لسه مخلطاش صح كده عمل ايه خليتين صح الخلية دي فيها كام كروموزوم؟ 23 صح ولا لا؟ فيها 23 كروموزوم مش كده؟ 1 و2 و3 و4 و5 و22 و اكس صح كده؟ والخليه دي فيها 1 و2 و3 و4 و5 وواي صح ولا لا؟ بس اكشن هو دبل
ما ينفعش يسيبه كده. يعني اكشن مع كداب هو كده زي في بعض، لازم بقى نرجعهم لاصلهم. فالخليه دي بقى تعمل حاجه، كل خليه منهم تعمل حاجه اسمها سكند بايوتيك ديفيجن. يبدا دول يترتبوا في الميد لاين، واحد ورا مين؟ لا مفيش واحد تاني، واحد ورا اتنين، ما عادش في واحد. فالواحد اخوه راح في خليه اخرى خلاص، وصلت ولا ما وصلتش؟ وبعد كده دي واحد ده السنجل يروح في ناحيه، والسنجل يروح واحد واحد، واثنين اثنين. بعد كده ينقسموا الى خليه فيها واحد واثنين، واحد واثنين. عندنا خليه ايه؟ يعني دي بقى فيها 23 23 كروموزوم، فيها 23 كروموزوم. 23 كروموزوم ده اللي هو اكشولي دبل. ده مش بير، بس ما هو مش 23 بير. ده يا دكتور البير خلاص راح في الخلايا الثانيه. وده انا بقوله، ده انا بقوله ان الكروموزوم ده اسم واحد بس مش اثنين. اللي سالت ده 20 مره بس اكشولي هو دبل. يعني يا جماعه لو انت عندك كتابين اهم، قمت جاي كتاب ولازم يكون كتاب تاني، لازم كتاب تاني. هو اسمهم كتاب واحد لازم في بعض، بس اكشولي هو كتابين، لازم اطقهم تاني في الاخر. هو ضابط مش هومولوجس. ده مش هومولوجس، مش هومولوجس. يعني هو نفسه عامل ضابط لنفسه، قصه مختلفه خالص. ان التو هومولوجس كروموزومز ويكونوا مختلفين. صح؟ في بينهم اختلافات، في ده في حاجه في حاجه. لكن اعمل ضابط لنفسي، اعمل كوبي لنفسي، وصلت ولا ما وصلتش؟ فاهم الكلام؟ فلا ده ما حصل، ترتيبه تاني في الميد لاين. وده انقسم في ناحيه وده انقسم في ناحيه. زي يرجع لي زي الميتوزس بقى. سكند مايوتيك ديفيجن هو الا مايتوزس. عشان ده يديني خليه فيها الكروموزوم بيفرد العادي بتاعي. بس في نقص في عدد الكروموزومات. وصلت؟ السكند ديفيجن، سكند مايوتيك ديفيجن هو مايتوزس. هو مايتوزس. وصلت ولا ما وصلتش؟ لا لا. الريدكشن ديفيجن حصل خلاص في البيرسونال ديفيجن. الريدكشن ديفيجن من 46 و 23 حصل خلاص في الفيرست مايوتيك ديفيجن. في السكند مايوتيك ديفيجن بقى ال 23 دول اكنهم مايتوزس. هو في المايتوز مش خليتين، مش خليه عملت خليه شبه بعض، فخليه عملت خليه شبه بعض. وصلت ولا ما وصلتش؟ بس اصلا في 23 فيبقى جاب 23. وصلت ولا ما وصلتش؟ في حد مش فاهم او تاني؟ سهل الكلام؟ يبقى المايوتيك ديفيجن تو ستيب ديفيجن، صح؟ يحدث اونلي ان جيرم سيل وينتج عنه اربع خلايا، كل خليه فيها ذهاب لويد نمبر اوف كروموزومز. وصلت؟ وصلت؟ دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا. مايوز اسمه مايوز. زي ما اتفقنا ما حدش يسالك فيه، بس هو مهم تفهمه عشان تفهم حاجات كتير جايه في الوراثه بعد كده. بدل الفهم. الموضوع اللي بعد كده كاريو تايبنج. طب يا باشا عليك بقى نظري وعملي كاريو تايبنج بقى على ساعتك ازاي نموذج الحياة، بس ايه؟ ده الطوالة والفهم ولا المذاكرة؟ كاريو تايبنج. يعني ايه كاريو تايبنج؟ ده كاريو تايبنج از فوتوغرافينج اوف ذا كروموزوم. انا بصور الكروموزومات فوتوغرافينج اوف ذا كروموزوم. بعملها ازاي دي؟ بجيب عينه من رابيدلي ديفايدنج سيل. اسهل حاجه بلاد انفوسايت. اجيب عينه دم وافصل الايه؟ الانفوسايت واحطها في كالتشر، واحط على الكالتشر دي حاجه تستيميوليت ديفيجن. عشان لما اتفقنا هنشوف الكروموز ده في الدريسنج ستيت. هي الخروج متعبده على بعض، لا يمكن ايه؟ تصويرهم ولا رؤيتهم. وبعد فتره معينه هحسبها بالوقت. لو سبت، لو عملت ديفيجن وسبت ايه اللي هيحصل؟ هيرجعوا تاني ريسكي ويتجمعوا على بعض تاني جوه النواه الموضوع ما تشوفش حاجه برضه. فبعد فتره محسوبه زمنيه بالظبط انا عارف اللي هيبقى الكروموزومات فيها اسفري في السيتوبلازم بالمنظر دوت كده بعاد عن بعض. ومحط في ماده 2 الريسك ديفيجن. فيها كل شيء سهل كده. الموضوع بعد المرحله دي قبل ما تكتبه حتى في الميد لاين. سهل كده. هو كل الخلايا في الايه؟ طبعا دي كروموزومات واسعه كده وبعيده وظريفه وانا بشوفها في وضوح جوه السيتوبلازم. سهله؟ قوم جايب
المزرعه اللي انا بزرع فيها الليمفوسايت دي ويبدو عليها جرد الميه، يبدو عليها ايه؟ جرد الميه. اللي يحصل ده بقى طبعا نخلص الميه، ايه اللي يحصل؟ طول ميه على الخلايا هتفرقع صح؟ ما دي حاجه هايبوتونيك بيور ووتر، هيتفرقع تبقى الكروموزوم بدا في الفيلد ايه؟ واضحه كده. ومحافظ عليها ستين اسمه جيمس ستين، اسمه جيمس ايه ستين. هذا الستين بيستين الكروموزومات الترنيتنج دارك اند لايت بينكس، حته سودا وحته بعد كده ابدا بقى اشوفهم وارتبهم في الكاريوتايب 1 2 3 4 لحد الاخر. هو ده كان في ورقه كده مترتبين ايه جاهزين. طب هو دكتور الوراثه، دكتور الوراثه تعرفه منين؟ تعرفه من الاتي. اول حاجه من الطول، هم اصلا لما جم يسموهم سموهم حسب الطول، حيث واحد هو الايه؟ الاطول، و22 هو الايه؟ الاقصر، واي قصير، ده 22 هو اصغر منه، بس اكس ايه؟ طويل شويه، بس اكس ايه؟ طويل، سهل الكلام كده، يبقى الطويل ده واحد، الاطول 2 3 4 صح كده؟ هنا سالتك سؤال كده، كروموزوم 19 ولا كروموزوم 17؟ مين الاطول؟ لازم صح ممكن يبقوا بعض، ما ينفعش ابدا يبقى 19 او 17 صح كده؟ ولا ينفع؟ لا ينفع. دي ابنورمالي صح كده؟ جميل. دي اول حاجه اقدر اعرف بيها الكروموزوم. ثاني حاجه مكان السنترومير، مكان السنترومير. وقال لو سنترومير تقريبا في النص تقريبا، انا شفت ارم حلو كده وماني مركزه قد اللونج ارم تقريبا، اسميه ميتا سنتريك كروموزوم. ميتا سنتريك كروموزوم. لو السنترومير زي العادي الاصل كده ده فوق وده تحت اسميه صب ميتا سنتريك كروموزوم. سهلة؟ صب ميتا سنتريك كروموزوم. لو السنترومير فوق خالص ويز فيري شورت شورت ارم اسميه اكرو سنتريك كروموزوم. اكرو سنتريك كروموزوم. فاهم الكلام كده؟ في حاجة صعبة؟ المعلومات دي مهمة جدا وبتيجي في الدرس كتير جدا. يعني انت عارف هما كام جروب في التقسيمه دي؟ بيقسموهم بقى قصير وطويل، كام جروب؟ 7 جروبس. يعني عايزك بس تعرف المعلومه دي. يعني محتاج تعرف تفاصيل الجروب، لان في الام سي كيو كده الكروموزوم ديفايدنج اكوردنج تو اللينس الى كام جروب؟ 7 جروب، دي في الام سي كيو، بعد كده رقم 7، سهله كده؟ التفاصيل دي مش مهمه، المهم ايه؟ جروب ايه وبي وسي، نشوف الكلام، مش عارف ايه وبي وسي وبي اي واف وجي. سهل الكلام كده؟ والله كان مره والله جالهم في الام سي كيو هو الاكس كروموزوم تبع انهي جروب؟ او جروب سي يعني مره جالهم فين؟ الاكس تبع انهي جروب؟ علينا ما كانت مره. فانت عارف الاكس تبع ايه؟ تبع جروب سي. المهم يعني ماشي الحال؟ كويس. المعلومه الثانيه المهمه، بص كده على في الجروبس كده على الاكرو سنتر كروموزوم ليهم مين؟ تلاقيهم جروب دي معلش كده وجروب اف صح؟ اكروسنتريك، الاكروسنتريك جروب دي وجي صح كده؟ هم 13 و14 و15 و21 و22 صح؟ الهضبة العملي ما يحسش بحاجة كده؟ ما يحسش بحاجة؟ 13 و14 و15 يس على الترانسفورميشن، يس على الترانسفورميشن. هو يا جماعة العمل ده هم بعد شوية كمان الروبريكسونيان ترانسفورميشن هما الاثنين كروموزوموا بعض ما بيحصلش على اكرو سنتر كروموزوم صح اللي هو 13 و14 و21 عشان دول كروموزوم يلزقوا بعض لازم يبقى في سنترومير يلزقوا. فشو ده مش بيحسبوه ده حاجه عبيطه يعني مش بتفكر وتدفع ليه يعني ده يلزقوا بعض يعني جاي بعد شويه. المهم يبقى انت فاهم ان عشان يحصل الاثنين كروموزوم يلزقوا بعض لازم يبقوا اكرو سنتر كروموزوم. ماشي الحال كده؟ ان هم ما لهمش شرط ار. هو انا بتكلم هيروغليفي حد موسيقي بصر يعني ايه الكلام ده؟ نظرة قاتلة يا جماعة. في حاجة صعبة؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ ماشي تاني لو انت فاكرة في الداون قلنا الترانس اللي بيجي مثلا ما بين 21 و 13 و 14 و 15 و 22 عشان يحصل ان تو كروموزوم يلزقوا في بعض لازم يبقوا تو اكرو سنتر كروموزوم. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ طيب خلاص انا عرفت الكروموزوم بطوله مكان السنترومير.
ساعات بعد ما اعرف كده بقيت حاجه زي بعض. يعني مثلا كده بص على جروب ايه 1 2 3 كلهم لارج وميتاسيلز صح كده، انتوال وبتاع في النص انا فاهم بينهم ازاي هم زي بعض اهم افرق بينهم بالنمبر اوف دارك اند لايت بينز ده مختلف عن بعض يعني واحد زياده واحد ايه وصلت ولا ما وصلتش. سهل الكلام كده بعد ما عملهم جروبنج الاول انت واصل لهم اول جروبنج يحط الكبار والناس دي مع بعض جروب 1 جروب ايه جروب بي جروب سي بعد عملهم جروبنج خلاص كده بوجه له جروب يعد دارك ولايت بينز بقى 1 2 3 وصلت ولا ما وصلتش. سهل الكلام كده عشان سهل عليه حاجه صعبه. الدارك اند لايت بينز تطلق عليها في الكيرف بتاع مالهاش دعوه بالارتفاع يعني هو يعني بياخد بينز على حتت مالهاش دعوه بالارتفاع ولا بالبيضه الكروموزوم يعني هو بيشوفها حتت في جوه بيضه مالهاش دعوه بالتقسيمه بتاعت كويس قوي. ادي الكاريو بتاع كده بيتكتب في الاخر في المنظر شايفه ده صفحه 9 اللي هو 1 2 3 هو بيجيب لك من 3 اوريدي 1 2 3 4 5 لحد 22 ايه بحطوا الاكس والواي في الاخر او الاكس اكس حسب ال 6 اوف ذا انتيتي وانا موالين. يجي نظر فاهم الاسم بقى. هو لما اقول لك ان الطفل ده عنده مرض وراثي اقصد بيه لو طفل عنده مرض وراثي مع هو داون سيندروم مرض وراثي يعني ايه؟ احيانا يعني هو واحد كده عنده 40 سنه وبعد كده جاله مرض مفيش انا داون سيندروم عندي كويس يبقى لما اقول ان اي مرض ده مرض جينيتك ديزيز يندرج تحت حاجه من ثلاثه يا كروموزوم ديسوردر في الكروموزومات سواء تركيب او ستراكشر او نمبر بنقول في الكروموزوم فيه مشكله او سنجل جين ديسوردر ده مرض في جين معين او مالتي فاكتوريال يعني لازم الجينات لازم ينفرد مع بعض يبقى تاني. سهل الكلام كده كويس قوي. انا كده اول حاجه خالص عن الكروموزوم ديسوردر كروموزوما ديسوردر. لو كنت في مشكله في الكروموزوما ديسوردر هنقسمها تحت عنوان من ثلاثه. مش شايف النمبر عدد الكروموزوم الثاني عدد اختلف. هي مشكله في الاستراكشر؟ لا ده تركيب الكروموزوم هو اللي فيه مشكله الاستراكشر بتاعه. ايه في الاستابيليتي؟ كروموزوم فراجايل بيتكسر بسهوله زي الكلام كده. ولا كروموزوم ديس اوردر يا نمبر يا استراكشر استابيليتي. اول حاجه نتكلم في النمبر هنقول يا اما في النمبر يا اما بولي بلويدي يا اما ان ايو بلويدي يا اما موزايسيزم او موزايك ديسوردرز. ايه دول بقى؟ البولي بلويدي يعني مالتيبل ان ديسوردرز. ايه الكلام ده؟ احنا اتفقنا ان النورمال هو تو ان صح كده؟ لو بقى بني ادم او شيء ما بقى عنده 3 ان او 4 ان اسمها بولي بلويدي. يبقى بولي بلويدي ان
any multiple N but not diploid. طبعا ده بيت حاجة ايه؟ نورمال. صح؟ يبقى البوليبلويد ده زيجوت اتكون عنده 3 N اسميه ترايبلويد او 4 N اسميه تترابلويد. سهلة صح كده؟ ازاي يحصل الكلام ده؟ ترايبلويد لو عندي تو سبير عملوا فيرتلايزيشن اوف وان اوفر فبقى عندي زيجوت اتكون فيه ثلاثة ايه؟ صح ولا لا؟ اللي هم 69 كروموزوم. طبعا ده ديفكت في الاوفر، يعني الاوفر يحصل لها في الجزء البروك على طول، الاوفر ديز اوردر كومن عن جريد ماتيرنال ايج مثلا ترايبلويدي، صح ولا لا؟ تنترابلويدي اللي حصل؟ هو دايبلويد. زي بتتكون دايبلويد يعني تو ان، المفروض يحصل له دبلنج ثم تو سيلز. دبلنج ثم تو سيلز، يعني دبلنج ثم سايتوبلازميك ديفيجن. فلو حصل دبلنج ولم يحدث سيتوبلازميك ديفيجن فضلت الكروموزومات دبل بقت ايه؟ ضعف بقت فور ان في نفس الخليه، صح ولا لا؟ طبعا ترايبلويدي وتترابلويدي اللي هي بولي بلويدي انكومباتبل للضعف، يعني هذا الزايجوت لم يتعدى شهر شهر ونص حمل ولا حاجه بكتير، ماشي الحاجه هيحصل له سبونتينيس ابورشن. وفي كثير من الاحيان الام ما تعرفش ان هي حامل اصلا، مثلا البيبي اتاخرت في عينها حاجه وما خدتش بالها وبعد كده جت وخسر الموضوع ايه؟ خلص. طبعا دي حاجات ايه؟ كومباتبل ايه؟ وز لايك. ماشي الحاله كده اسمها بولي بلويدي. نجدها فقط في الابورشن، نجدها فقط مع عملت كاريوتايب ابورشن. انتهى الكلام. اللي بعديها ان ايو بلويدي. ان ايو بلويدي. ايو يعني حقيقي يعني ترو. ان بلاتيني يعني ديفيشن. يبقى اني ديفيشن فروم ذا ترو بلويدي. Any deviation from the true ploidy but not polyploidy. سهل كده؟ أي حاجة مش 46 بس مش multiple، يعني إيه؟ واحد زيادة، واحد ناقص. وصلت ولا ما وصلتش؟ أي deviation من 46 أي deviation بس ما هياش polyploidy. ما هياش 3N ولا 4N. يعني واحد زايد واحد إيه؟ 45 47. وصلت كده؟ لو واحد زايد أسميها ترايزومي. بقى في 3 كوبيز بدل 2 من ذا سيم كروموزوم. لو واحد ناقص اسميها مونوزوم. سهل الكلام كده؟ هذا الترايزومي او المونوزومي ممكن يحصل في الاوتوزوم الكروموزوم من 1 ل 22 ممكن في 6 كروموزوم. هذا ممكن يحصل في الاوتوزوم. صح كده؟ ترايزومي خلاف المونوزومي اوف ذا اوتوزومال كروموزوم از انكومباتبل وذ ذا ممكن يعيش. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها مونوزومي 7 عايش كده. واحد عايش عامل كاريوتايب مونوزومي 7. كل اوتوزومال كروموزوم عليهم جينز تدخل في تركيب الانسان، نمو الراس، نمو مش عارف ايه، اورجن ديفلوبمنت، في ناس اسمها كده. ماشي الحال؟ مونوزومي اوف ذا 6 كروموزوم تعيش عندي خلاص اسمها ديرما، صح كده؟ ترايزومي اوف ذا اوتوزومال كروموزوم يموتوا ما عدا 8 و13 و18 و21، اي ترايزومي تاني يموت. سهل الكلام كده؟ لو صاحب اللي كان ترايزومي 9 مش هيكمل، انكوباتبل ويز لايف. ترايزومي 14 انكوباتبل ويز لايف. ترايزومي 8 او 13 او 18 او 21 يكمل عادي خالص بس سندروم. اللي هو الهندسه بعد كده بالتفصيل، صح كده؟ ترايزومي اوف ذا 6 كروموزوم يعيشوا كلهم عادي خالص. ده بقى اكس اكس واي كان فلتر اكس واي واي اكس 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 في حاجات بقى اكس 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 واي يعني اي تنفع ماشي الحال كده؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ دي حاجه صعبه؟ فاهم الكلام كده؟ خلي بالك بس هنت صغير كده معلش عشان لما تيجي تتكلم على كده هتدفع مني. هو لما اقول لك ان ترايزومي يعيش او مونوزومي او ذاك كروموزوم يعيش معناها ان لو تكون زيجوت تيرنر سيندروم وزيجوت تاني نورمال. لو احنا بنتكلم على احتمالات بيور ستاتستيكال بروبابيلتيز احتمال ان الحمل يكمل اكتر في مين؟ نورمال. مش معنى ان تيرنر بتعيش ان هي نورمال تماما، لا برضو اي كروموزوم ديسوردر اوف ذا زيجوت احتمالية الابورشن اعلى من النورمال انديفيد، صح ولا لا؟ معلومة مهمة خالص. يعني ده بعد كده نشرح هتتخانق معايا وصلت ولا ما وصلتش. هو يقال كمان
ان الدرن اللي انت بتشوفه ده فوق يمثل 10% من التيتا كونسيبشن. سبحان الله، مع ان هو حاجه شائعه ومست كومن كروموزومال سكس كروموزوم ديس اوردر وحاجه موجوده كتير بتشوفها، كان فقط ان يبقى ايه وقت كونسيبشن وتلاقي كلهم بيحصل لهم ايه ابورش. هي معلومه دي مهمه جدا. سهل الكلام كده؟ سهل الكلام. ادي ان ايوبلويدي. في حاجه صعبه؟ موزايسيزم بقى. موزايسيزم او موزايك ديس اوردرز. الموزايسيزم ده انفايرومنتال كونديشن. نتج عنها كرونومال ديس اوردر بس مش حاجه في الموضوع من الاول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو زايجوت اتكون نورمال خالص. في كام كروموزوم؟ 46. زايجوت يعني سبير سليم خالص واوفا سليمه خالص، عملوا زايجوت سليم خالص. ما كانش في اي مشكله عندنا. ما كانش في اي مشكله. وبدا يزايجوت في الانقسام، بدا يزايجوت في الانقسام. عمل كام؟ 46. صح كده ولا؟ صح عمل 46؟ ده ريليس مايتوزيس. معايا؟ اطمن بس يا دكتور خليك معايا ركز. سهل الكلام. وبعد كده في هذا الاحيان في هذا الوقت كانت ال في مشكله حصلت للراجل ومراته وبتاع في الوقت زي كده. قال له خلاص انا هصالحك ده وبتاع انا عايزين نتفق. عايزين في خلصنا الشهر الجاي. هتعمل تاني؟ ينفع تاني؟ ما
يعني اثناء المايتوز ده مفكرينه مش كان واحد مش في ناحيه
هتروح في ناحيه نروح مع بعض بقى في 2 1 صح ما دام عادش فيها ايه صح ولا لا بقت 45 47 وصلت ولا ما وصلتش صح كده وصلت ولا ما وصلتش الخليه دي عاديه خالص تجيب 46 الخليه اللي الواحد ما راحش بيها دي هتموت ده مونوزومي او ذا كروموزوم الكروموزوم اللي هو ان كومباتبل ويز لايف صح ولا لا بقى خليه 47 خليه ايه 46 طب خليه 46 تجيب 47 وال 47 تجيب 47 يبقى نص الخلايا 46 ونص الخلايا 47 بقى خليط او هجين اسمه مظاهر وصلت ولا ما وصلتش؟ حد ضريب قال لي قبل كده مش كده قال لي انا دخلت على النت ولقيت فيه ترايزومي 9 وانت هنا هو الكومباتبل والضايف سهل الكلام كده كل اي ترايزومي تاني تلاقيه غير دول هو مظاهر سهل الكلام يعني لو نص الخلايا فيها ترايزومي 9 ونص سليم يمكن يعيش وكان نادر جدا سهل الكلام وصلت ولا ما انت يعني حد فيكم شاف بالصدفه سؤال على النت حاجه ترايزومي 9 ترايزومي 17 حاجه من الحاجات دي كل ترايزومز غير دول المظاهر وصلت ولا ما وصلتش؟ دي حاجه نادره جدا ومش بيعيشوا برضه سهل الكلام؟ المظاهر بيبقى الناقص جنكشن النص بيبقى ايه؟ بيبقى نص تاني خلايا ناقص جنكشن حصل فيها دوره واحد بقى يزيد واحد ناقص يعني مونوزومي خلايا بقت مونوزومي وخلايا بقت ترايزومي لا مش شرط اه الاكل يبقى ايه ترايزومي بس مختلفه مش ما نانز جنكشن برضه خليه بقت ثلاثه خليه مفيش يعني بتبقى ايه اللي هو وفي ميكانيزم اخر اسمه انافيز لاج عايز تعرفيه يعني انت بتسال ان هو هم بينقسموا واحد فيهم اتاخر وما لحقش خلايا في السيتوبلازم ففقد ده ميكانيزم المونوزومي وصلت ولا ما وصلتش هو النانز جنكشن ده مونوزومي وترايزومي صح ولا لا؟ راح فيها بقت ايه؟ ترايزومي في ميكانيزم اخر للمونوزومي اسمه انافيز لاج ان هو وهم بينقسموا السيتوبلازم كنت ال 23 واقف حته واقف حته هو اتاخر شويه ما راحش معاهم فخليها فقدته فبقت مونوزومي في هذا الايه؟ في هذا الكروموزوم ماشي الحال كده؟ جميل يبقى دي كل الاماكن الان اي يبقى فيز لاج عندك جنكشن ماشي حال يا شباب كده يعني بنتكلم في كروموزوم ديس اوردر قلنا يا اما في النمبر يا في الاستراكشر يا في الاستابيليتي وفي النمبر يا بولي بلويدي يا امي بلويدي يا اما موزايسيز دي حاجه صعبه كده جميل مش كده بقى في الاستراكشر استراكشرال كروموزومال ديس اوردر اول حاجه فيهم حاجه اسمها ترانسلوكيشن اول حاجه حاجه اسمها ترانس لوكيشن. ايه ترانس لوكيشن ده؟ هو نوعين. في عندنا حاجه اسمها روبرتسونيان ترانس لوكيشن ان كروموزوم جه لازق في كروموزوم تاني. هذا الكلام وتحدث مع الاكروسيد في الكروموزوم. لا انا دكتور دي اسمها روبرتسونيان ترانس لوكيشن. دول كروموزوم جم لازقوا في ايه؟ في بعض. اي حاجه ده 21 22 ماشي الحال يبقى ادي كروموزوم جه لازق في كروموزوم مثلا 13 و14 مثلا لازق في بعض دي اسمها ايه؟ روبرتسونيا ترانسلوكيشن في نوع تاني ركز مع بعض كده لو سمحت اسمه ريسيبروكال ترانسلوكيشن عندي كروموزوم اهو كروموزوم تاني بلك مثلا ده 3 وده 9 ومش دعوه بعض مش هوموروجاس كروموزومز يعني هيسوق هوموروجاس كروموزومز حته من هنا جت هنا حته من هنا جت هنا فبقى الناتج شكله ايه في الاخر؟ صح؟ شكله عامل كده؟ صح ولا لا؟ كله لازق في بعض اه هنا حته
هو انا كده مش لاسقين ده حصل تشينج ما بينهم مش زي بعض فرق ما مش هجيب منهم اصلا ده حاجه ولا حاجه روبنسونيا تو كروموزومز لزقوا في بعض سالب كلام كده ريسيبروكال حته من هنا جت هنا وحته ايه جت هنا واحده واحده بس معايا عشان الموضوع مهم العيال دول ركز معايا كده العيال دول خلينا نبدا الاول عندهم ايه فينوتيبك ابنورماليتي خالص صح ولا لا ليه يا جماعه ان الفينوتيبك ابنورماليتي تحدث لما يحصل زياده او نقص في كميه المعلومات او اختلال في ترتيبها صح ولا لا يعني يحصل مشكله لو كروموزوم الماتيريال زادت ترايزوم او نقصت مونوزوم او الترتيب اتغير صح ولا لا فعشان كده ده بيسموه بالانسد ترانسليشن سهله حاجه صح اه ده ريسيبروكال واحده واحده سهل الكلام كده هذا الريسيبروكال بالانس ترانسلوكيشن هذا الريسيبروكال بالانس ترانسلوكيشن لما تيجي تجيب عيال يبقى عندها مشكله يحصل بعد كده ان بالانس ترانسلوكيشن هذا التوصيف في الداون صعب تفهمها دلوقتي سهل كده طيب العيال بقى دول يا جماعه هل عندهم فينوتيبك ابنورماليتي ام لا؟ على حسب على حسب ال اللي هو ايه دول كده دول عادي دول لا دول اه طبعا اه طبعا طيب على حسب دكتوره احسان اه طبعا حد عنده راي اخر اه على حسب المكان اللي حصل فيه هو اه بس مش طبعا ممكن اه وممكن لا يعني ممكن ما يكونش عندهم اي حاجه خالص او يكون حسب البريك حصل في جين فانكشنينج ولا لا ممكن ما اعرفش المعلومه دي ان مش كل جينات افانكشن في حته كتير كده من الكروموزومات قال لي فانكشن خالص حصل الكسر فيها خالص لا حصل حاجه خالص ما المعلومات موجوده في مكان ايه؟ في مكان اخر صح ولا لا؟ فده والاغلب على فكره ما عملش حاجه لان اغلب ما بلست ايه؟ هو كمان بسيط ولا مصرش بس برضه ده على فكره لما يجي يجيب عيال يبقى عنده مشكله صح ولا لا؟ ليه؟ ان العيال بياخدوا نص الكروموزومات من ابوهم ونصهم ايه؟ من ابوهم صح ولا لا؟ نفترض ان هو خد من ابوه ده وده ثلاثه سليم وتسعه الايه؟ المضروب ياخد من مامته ايه؟ ثلاثه سليم وتسعه سليم تاني ده ابوه عنده مشكله صح كده؟ فخد من ابوه ثلاثه سليم اهو وتسعه مضروب صح؟ هاخد من مامته ايه؟ ثلاثة سليم بص وتسعة سليم بقى عنده حتة من تسعة ناقصة وحتة من ثلاثة زايدة صح؟ عنده مشكلة أكيد صح ولا لا؟ وصلت ولا أقول تاني؟ أقول تاني؟ أوكي هو لو ربنا كرمه وخد اثنين سليم مش عنده مشكلة خد من بابا ثلاثة سليم وتسعة سليم هنقول له خلاص عدى لو خد اي واحد من المضروبين هيبقى عنده كروموزوم اللوس اند جين وصلت ولا ما وصلتش؟ صح كده؟ فريسيبتو كان ترانس لوكيشن ممكن غالبا يبقى بالانسد بس هيعمل بقى ان بالانسد بروبلمز ان ذا اوفيس بريمر وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام؟ ده ترانس ساعات بيسموا ده الريسيبروكال ترانسلوكيتد كروموزوم زي ديريفاتيف كروموزوم بيسموه كده ساعات بيسموا الكروموزوم الكبير ان هو الاثنين لازقين في بعض ده ديريفاتيف كروموزوم ده ديريفاتيف اه في ريسيبروكال اه في لا في الكروموزوم لازقين في بعض ده ساعات بيسموه ديريفاتيف ايه؟ كروموزوم ماشي الحال كده الترانسلوكيشن بيتكتب ازاي؟ بيتكتب ازاي؟ بيتكتب كده عدد الكروموزومات 45 مثلا بعد كده 6 اكس واي او اكس اكس حسب نسيته ده نجيب بعد كده حرف تي او ترانس الاثنين صح تي او ترانس ماشي الحال بعد كده بوس بعد كده ده 2 كروموزوم حصل فيه مشكله الكروموزوم اللي رقمه اصغر بيتكتب الاول يبقى 13 14 ده مثلا 3 9 صح كده؟ ساعات بيكتبوا الريسيبروكال تي والروبريسونيان ديريفاتيف عشان يعني ايه؟
يقول لك هو روبريتونيا ولا ريسيتا هو خد كله دي وخلاص الاثنين صح ثاني كده يبقى دي اوتورانس هي الاصل هتقولك ايه عشان تعرف هو ده ريسيبروكال ولا روبريتونيا لو كان روبريتونيا اكتب دي اي ار ديريفاتيف يعني يبقى كده تو ترانس لوكيتد كروموسومز وصلت دي حاجه صعبه طلعت في امتحانات في الحياه عارف كده اقول 45 هو عدد الكورونا العدد لو عدتهم 45 ده بيتعد واحد صح ولا لا؟ 45 ده عدد الكروموسومات اللي عند هذا البني ادم اذا يعد واحد يبقى كانه ناقص واحد بس اكشلي هو معاه مش ناقص ولا حاجه وصلت ولا ما وصلتش؟ لسه ما وصلتش دكتور هو يا عم كام كروموسوم 46 صح؟ كام 13؟ 2 كام 14؟ 2 ده بقى عنده كام 13؟ 1 كام 14؟ 1 وده واحد يبقى بدل 4 هو ايه؟ لو تلاتة هو ناقص واحد وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام يا شباب؟ حتة دي؟ دي ار ده بسمي الترانزيشن ازاي؟ لو كان هو روبريتسونيا ترانزيلوكيشن بدل ما اسميه تي بسميه ديريفاتيف عشان افرق في النومنكريتشر يعني في التسمية هو ده ريسيبروكال ولا روبريتسونيا لكن الريسيبروكال ده تكتب عليه تي مش حاجة تانية وصلت ولا سهل الكلام؟ روبريتسوني ساعات تقول عليه تقريبا الكروموسوم دي اخدت دي عادي زي اي حد لا ريسيبروك ده الفول هو 45 ده عنده كام كروموسوم عدد؟ ريسيبروك ده زي الفول ده ده نورمال لان يا باشا فيهم واحد يسمى اثنين هو 45 عددا الروبريتسونيان والريسيبروكال في الشخص اللي حصل فيه بيبقى بنس لما يجيب عيال غالبا بيبقى ام بنس منهم بنس ده ام بنس حسب هو موجود في مين ممكن لو حصل الكسر بوظ جين معين في حته بقى جين ده هيبوظ مش هيبقى اشتغل نعم ما قلنا كده ما فيش الا لو اتنقل كسر جين معين صح ولا لا يعني يا دكتوره لو حضرتك نقلتي الهايبرتنشن كله من متكسر كارديو لمتكسر نيفرو هتعرفي تذاكريه صح كده لكن لو نقلتي شويه صفحات تبقى نيفرو مش هتعرفي تذاكريه هو ده انا بقوله لو نقلتيه كله ولا حاجه خالص صح ولا لا ذاكروا في اي حته ذاكروا مع الكارديو اذا ذاكرت اصلا صح ولا لا طب فهمت الفكره لكن لو نقلتي حته منه مش هعرف اذاكر صح دي فكره بالظبط اللي بيصير لما تركز فيها لو الجين راح كله من ناحيه لناحيه ولا حاجه خالص لكن لو الجين اتكسر وانا بنقل مش هيشتغل بقى في مشكله وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام كده سهل الكلام ادي يا سيدي الفاضل هي الترانسفير دي حاجه صعبه الترانسفير ريليشن ماشي الحال بعد كده طبعا يا جماعه مهم جدا 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 ان الدرس يتذاكر بعد الصلاه على طول ولو انت ولو انت تصلي الجمعه في ميلز وتجرون في البريك ما بين الماتش قدام جياك وبتكلم بجد والله اسمع بس انا عمري ما قلت كده في اي حصه صح هو مره اول ان هو لو سبته قبل بكره سبته انه لحد فعلا هيتبخر تحس ان انت مش فاهم حاجه ودي حاجه دي لازم تبقى معلومه على الاقل تقراها تقراها كويس على الاقل تقراها كويس وانت هتلاقي كلام في النص انا ما قلتوش ده كلام مش مهم خالص غش بقى ايه ما دول ما تجيبش في دعم بيه خالص انا قلت الكلام المهم فقط دي كلام في النص مش مهم بنت الموضوع مالكش دعوه بيه خالص انا بس انا قلته وافهمه على الاقل تقراه دي حاجه والله مهمه ليك ما قلتش كده خالص انا مش كده ممكن شويه موضوع مش صح صح كده الموضوع اللي بعد اسمه ديليشن دي سهله خالص بقى ديليشن هنقول عن حته ايه طارئ حته ايه طارئ
ممكن الديليشن ده يبقى ماكرو ديليشن. يعني ايه؟ يعني ارم كامل طافي. شورت ارم يعني ايه؟ يعني لونج ارم. ممكن يبقى مايكرو ديليشن حته من ارم. يعني ريجون بان، ثلاثة بان، ماشي. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ جميل. يبقى عندك مثلا لما نقول اقول 46 اكس اكس 5 بي ماينس معناها ايه؟ معناها ايه؟ ديليشن اوف ذا شورت ار اوف كروموزوم 5 واحده في مين، صح كده؟ تعال بيكتبوها دي صح والتانية صح، دل الكوسين 5 بي الاثنين صح. اكس كيو او في اي حياه معناها ايه؟ 45 46 اكس اكس دل 5 بي معناها ديليشن اوف ذا شورت ار اوف كروموزوم ايه؟ لو عندك مثلا 46 اكس واي 22 كيو 11 ماينس معناها ايه؟ ديليشن اوف ذا فيرست بان اوف ذا فيرست ريجن اوف ذا لونج ار كروموزوم 22 تايب دور سيندروم. هنا هنا مين؟ اكس واي ار. وصلت ولا ما وصلتش؟ ديليشن اوف ذا فيرست بان معلش يا جماعه اوف ذا فيرست ريجن اوف ذا لونج ار اوف كروموزوم 22 هنا مين؟ صح وصلت ولا ما وصلتش؟ مش هنا هنا مش بان 5 شورت ار كروموزوم 5 مش بان ولا في حاجه مع وصلت ولا خليكوا معايا بقى خليكوا معايا ماشي الحال. مع كل الماكرو ديليشن ماكرو ديليشن شافوا بالكاليو طبعا حاجه باينه صح كده زي ما عادي شوف لك اي ماكرو ديليشن زي كروموزوم اخر باين يعني صح. لكن المايكرو ديليشن ما تشافش بالكاليو طبعا محتاج لحاجه اسمها فيش تكنيك ناخده بعدين او حاجه اسمها هاي ريزوليوشن ميتافيز باني ماشي الحال كده. يعني تكنيك اكبر من كاريو تايب. كاريو تايب يبقى هي حاجات كبيره صح كده؟ ما يهمش الحاجات اللي ايه؟ الصغيره. ادي ديليشن. اللي بعديه اسمه انفيرجن. انفيرجن. انفيرجن ده حته من الكروموزوم. حته من الكروموزوم فصلت فصلت ولفت ورجعت تاني. اسمها انفيرجن. سهل الكلام؟ حته من الكروموزوم وصلت ولفت ورجع كده. ممكن تبقى نفس الكروموزوم في نفس الكروموزوم دي ممكن تبقى بارا سنتريك او بيري سنتريك. بيري سنتريك لو السنتروميرز في الحته اللي فصلت بيري سنتريك حوالين السنتروميرز الحته اللي فصلت. بارا سنتريك لو في الارض مالهاش دعوه بالسنتروميرز. يعني ايه؟ الحته دي كده فصلت ولفت اسمها بيري سنتريك. الحته دي هي اللي فصلت ولفت اسمها بارسنتريك. سهله كده؟ بنتكتب ازاي؟ يا استاذ بنتكتب 46 اكس واي انفيرجن 2 بين قوسين بي 2 1 كيو 3 1 يعني تقدر يا رب الكلام ده. انت بس بتكتب ازاي؟ مش هقول لك في الامتحان دخلت الام سي كيو يقول لك اكس من از طيب لا كنت داخل از از وادي كمان از از هما انا لا اعرف لماذا هما ماشي انا كنت حمام سعيد الحقيقه هي امبرياليه وانت بس وعيه مش فاهم حاجه فانت في حاجه زي كده وانت مش عارف تجيب السؤال وحله سيب خلاص انت مش فاهم حصل كده انت قلت لي اختيارات ليه فحل سي سي وزي دلوقتي حاجه ثانيه. بص يا جماعه سته اكس واي مفهوم ايه اللي يعني ايه؟ انفيرجن الكروموزوم 2 يبقى الكروموزوم اللي حصل فيه انفيرجن هو كروموزوم رقم كام؟ 2 ودول البي 2 1 والكيو 3 1 هما التو بريك بوينتس النقطتين اللي حصل فيهم الكسر. في 2 1 يعني فيرست باند سكند ريجون السكند ريجون هي دي صح؟ السكند ريجون فدي فيرست باند والثانيه
first band of the third region. واحد اثنين ثلاثة هي دي صح. إذا الكسر حصل هنا حصل ايه؟ وصلت بعدها لف وايه؟ هو سؤال بيجي is precentric concentric inversion subdivision مش عارف ايه؟ فلما تلاقي في النص بي وكيو او اتنين بي او اتنين كيو وصلت صح كده؟ وصلت اس كيو بيجي وده سهل جدا. يقول لك از حاجات كتير في الاختيارين باراسنتريك وبيريسنتريك انفيرجن. فتختار ايه؟ اللي هو بي وكيو يبقى بيريسنتريك على طول. اتنين بي واتنين كيو طبعا وصلت ولا ما وصلتش؟ سهله كده؟ يعني ادي الانفيرجن. اللي بعديه اسمه ايزو كروزو. ايزو كروزو هنقسم ازاي؟ ده يروح من الناحية ايه؟ العصب بقى لو قسم بالعصب فناحية راح فيها 2 شورت ارم ناحية راح فيها 2 لونج ارم وصل الموضوع ايضا الكروموسوم وساعات واحد فيهم يبقى وسط يعني كل خلايا بس فيها لونج ارم ايه؟ بس والتانية وسط مثلا فاهم الكلام؟ خلي بالك من حاجة مهمة جدا بيكتب ازاي ده؟ بيتكتب مثلا ايزو كروموزوم اوف ذا اكس كروموزوم اكس اكس كيو ار كيو ار ايزو كروموزوم اكس كيو ار يعني ايزو كروموزوم اوف ذا اكس كروموزوم. خلي بالك الكيو دي ترمز الى اللي فاضل الفاضل ولا اللي مشي؟ اللي فاضل حاجه مهمه جدا جدا ترمز اللي فاضل مش عارف اللي مشي. يبقى اللي قاعد هو الايه؟ الكيو والبي ايه؟ مشي. يعني خلي بالك خلي بالك دي كلينيكالي زي ديليشن اوف ذا شورت ار. يعني كلينيكالي تشبه اكس بي ماي صح ولا لا؟ يعني وصلت ولا ما وصلتش؟ اه صح كده؟ يعني مش اكن مفيش ايه؟ شورت ار. يبقى كلينيكالي شبه اكن مفيش ايه؟ شورت ار. اه عشان بالك انا ده طار وده طار. ده راح في خلية وده راح في خلية. فخلية فيها ايه؟ اللونج ار ما عادش فيها شورت ار. هي نفس الفكرة وصلت ولا ما وصلتش؟ هي بس كان بديل في الامتحان تبقى عارف ان كيو موجودة بي مش موجودة. وصلت ولا اقول تاني فخلية راح فيها كيو وخلية راح فيها البي. انا اللي فضل عندي او العمل اللي ظاهر اللي راح فيها كيو بس في خلية قلت كيو ار ما عندوش ايه؟ البي وصلت ولا ما وصلتش؟ اكس اكس كيو ار ايزو كروموسوم اوف ذا لونج ار اوف ذا اكس كروموسوم 13 في ار اللي هو 13 ار بي ار نفس الفكره. بص يا جماعه صعبه كده سهل الكلام سهل اسمها ايزو كروموسوم. ممكن يعمل واحد في الخلايا الثانيه يقول لك انا الخليه اللي جت يمين هي واحده تبقى خليه واحده اللي هتعمل زي اللي جت دي فيها كيو فاسميها كيو ار. وصلت ولا ما وصلتش؟ يلا يا جماعه اكس اكس 13 بي ار بايزو كروموزوم اوف 13 موجوده البيلي موجوده هنا وصلت ولا ما وصلتش؟ فيها دوبليكيشن دوبليكيشن اكسترا كوبي وفي حته من الكروموزوم يعني الكروموزوم اهو الحته دي كده عامله حته زيها تاني زياده اسمها ايه؟ دوبليكيشن. انا المفروض يبقى فيه مثلا باند واحده بقى باند يقدر يكررها بقى في 2 باند كانت باند زياده فمين بقى فيرتلايزد ودول المفروض بقى في منها ثلاثه كوبس فعنده اكسترا جينيتك ماتيريال ممكن تعمل مشاكل في اسمها دوبليكيشن.
رينج كروموزوم، رينج كروموزوم هي كروموزوم اهو، التيب هنا طار والتيب هنا طار، التيب بس تبدا ماشي في جينات يعني او جينات بسيطه، الفكره ان هو ستيك فقط. بتبتدي الدي يو بي بعد كده السيجنال، ايه السيجنال ده حصل في الدي يو بي؟ رجل كروموزوم التو ان طاروا من الاثنين، الحته اللي بتطير بتبقى فيري ستيك، لكن حوالين بعض ولازمين في بعض، ده الكروموزوم بيدور كده. اسمه رينج هو ده لا لازم مع بعض لازم في بعض لازم ايه؟ قوة يعني لازم عنه ايه؟ حاجة اسمها رينج كروموزوم. انسيرشن، انسيرشن دي حتة اتفصلت، حتة اتفصلت من كروموزوم ما بص وراحت رشقت في مكان اخر. فرق بينها وبين الترانسلوكيشن ايه؟ يعني مش ترانسلوكيشن، حته وراح في حته، مش مش مكان مكان راح في مكان حته ايه؟ اخرى. مش ريسيبروكال بقى، ده فرق، ريسيبروكال راحت وكان حته ثانيه راحت مكانها. دي راحت في حته ورجعت وخلاص، بقى في كروموزوم ناقصه حته وكروموزوم ايه؟ زايده حته. وصلت ولا ما وصلتش؟ اسمها طول واحد نعم؟ فاهم الكلام يا جماعه؟ اسمها انسيرشن. لا دو ديفرنس هو مش ليها خالص، مالوش دعوه ببعض، حته من كروموزوم ثلاثه اتفصل. انت بتسال ملهاش مكان، انت رايح الكروموزوم سبعه واحد. ثلاثه هو ناقص منه حته. حاضر وسبعه بقى ايه؟ زاد منه حته. سهل الكلام كده. بتتكتب دي بتتكتب انسيرشن بس هي اصلا صعب نكتبها، لان انت هتكتب الكروموزوم اللي فيه اللي فيه حته زياده وتو بريك بوينتس. اللي فيه حته زياده اللي راح منه اللي راح فيه مثلا سبعه راح في حته زياده والتو بريك بوينتس اللي حصل فيهم اللي ايه؟ المكان ده. في اي حته بقى في اي حته. يبقى كده احنا خلصنا كروموزوم الايه؟ ديسوردر كلها سهله، سواء كانت نيوميريكال او الاستابيليتي دي قدر بعدين في موضوع اسمه كروموزوم بريكج سيندروم، مجموعه كده اسمها كروموزوم بريكج سيندروم. جاي بقى شويه كويس. لما بتوع الوراثه بقى قال لك ايه؟ بتوع الاطفال بتوع الوراثه قال لك يا دكتور بس بعدين كام سنه انا ما يهمنيش بولي بلويد والموزمي سبعه هو بتاع الراس هيشوف، انا يهمني الحاجات اللي بشوفها كلينيكال. فشالوا الحاجات اللي هي كومباتبل ويز لايف وعملوا حاجه اسمها كلينيكال كلاسيفيكيشن اوف كروموزوم ديزور. نفس الكلام على فكره، يعني يا اوتوزومال يا سكس يا استابيليتي يا نيوميريكال يا ستراكشر، اللي راح زي هو حط فيها السيندرومات اللي بتيجي فعلا في الايه؟ في الحياه. عشان حد ايه كوبايه الفلوس لايف انت عمرك ما هتشوفها، هتشوف التعديل بتاع الوراثه. مثلا ابورشن اكسب يقول لها معلش هو هيك الوراثه ايه؟ يشوف بسبب الابورشن ايه؟ يعمل تحليل ليها ترايزومي يبقى يعرف ان عندها ترايزومي 9 ترايزومي 1000 حاجه من الحاجات. اظهر ولا ما اظهرش؟ دي حاجه عظيمه جدا 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 جدا. الحمد لله. ها مش يعني بدون يعني نسمع على حد، احنا الدور اللي فات شفنا ان دي واحده عندها كروموزوم 27 في مايكرو ديليشن كروموزوم 27 كانت يعني وعامله سيلوتايب بتاعت مايكرو ديليشن شورت ارم بتاع كروموزوم 27 الحمد لله ويا ما شاء الله كويس خالص عملنا لها رياكت كوريا جي واي كيو الحمد لله ما شاء الله عليها معديه دلوقتي وعندها شويه كمان حاجه عظيمه الحمد لله يعني بعيد على نفسيهم نعم؟ تقريبا بعيد على نفسيهم يعني الحمد لله وصلت اي حد عنده اي حاجه ادي يا سيدي الفاضل كروموزوم ديسوردر خلاص خش بقى على سنجل جين ديسوردر العمل الكبير ايه؟ جينيتك ديزيز صح؟ يا كروموزوم يا سنجل جين يا مالتي فاكتوريال اصلا كروموزوم سنجل جين ديسوردر انا اتكلم على سنجل جين ديسوردر انا يهمني الجين اللي باظ ده او اللي عمل المرض انفيرت ازاي؟ صح ولا لا؟ احنا اتفقنا ان الجين ده ممكن يبقى دومينانت فيبقى ريسيسيف صح؟ يبقى بيتشال على اوتوزومال كروموزوم او على السكس كروموزوم يبقى عندي بيزيكلي كده فور موزوم انفيرتس اوتوزومال دومينانت اوتوزومال ريسيسيف واكس لينك دومينانت اكس لينك ريسيسيف الاوتوزوم دومينانت معناها ايه؟ يعني الجين موجود على 1 اوف ذا اوتوزوم كروموزومز.
هو دوميننت يعني لو جه هيظهر الاوتوزوم الريسيسيف معناها ايه؟ الجين متشال وورثه زائد صوره كروموسوم بس لو جه لوحده مش هيظهر لن يظهر الا اذا كان هوموزايجوس يعني الاثنين بايظين هيظهر بقى خلاص لو واحد بايظ وواحد سليم هو الريسيسيف السليم هو اللي ايه؟ هيظهر المرض ده يظهر وصلت ولا ما وصلتش؟ هنقول ليه الكلام ده حالا خلينا نتكلم الاول على الاوتوزومال ريسيسيف ديسوردرز هو اشياء عموده كده الاوتوزومال ايه ريسيسيف ديسوردرز يعني ايه يعني الجين اللي عامل المرض الجين اللي عامل المرض موجود على 1 اوف ذا اوتوزومال كروموزوم 1 22 وكونه ريسيسيف يبقى لو جه لوحده يعني يديره زايجوت ستيت يعني الجين الثاني سليم لن يظهر ان الجين السليم هو الدوميننت ويسمى الشخص في هذه الحاله كاري صح كده كاري ثاني كونه ريسيسيف يعني اذا وجد لوحده جين واحد اللي بايظ والجين الثاني سليم ما هو ريسيسيف مش هيظهر اللي سليم هو الدوميننت صح كده يبقى هذا الشخص از فينوتيبيكالي صح ولا لا ولكنه كارير فور ذيس ريسيسيف جين وصلت ولا ما وصلتش؟ تفرق مين او في مين؟ تفرقش ده اوتوزومال كروموزوم من 1 22 هنا زي هنا فميز انتجينيت بايه؟ في شيوع المرض. تعالوا نشوف بقى الريسك اوف ريكارنس في هذا المرض. والمرض ده يظهر المرض ده only in the homozygous state ان يكون التو جينز ار ريسيسيف وبايظين بيظهر لما كارير يتجوز كارير ايه اللي هيحصل؟ مثلا ايه كابتن اسمه يتجوز ايه كابتن اسمه لكن مع بعض الظروف هيحلو جدا فيه اللي يحصل؟ العيال الاب والام دول يجيبوا عيال شكلهم ايه؟ ايه كابتن؟ ده نورمال صح؟ يا ايه كابتن اسمه ايه كابتن اسمه دول كارير صح؟ بس نورمال فينوتيبيكال يا اسمه صح كده؟ يبقى اذا احتمال يجيبوا عيال ديزيز 25% طبعا كده في المعلومه دي بس اؤكد عليها مش معنى كل اربع عيال واحد عيال كل حمل احتمال يبقى 25% ممكن كلهم جلوم عيانين ارزاق بقى او جلوم سلام ارزاق برضه صح ولا لا؟ دي حاجه مهمه جدا ماشي الحال كويس قوي يبقى اذا هذا المرض اشيع شويه في كونسانجوس بابش صح ولا لا؟ ان احتمال حد يقابل كارير زيه في نفس الجينيتك باك جراوند اكثر مع ايه؟ مع الاقار مش كده ولا ايه؟ يبقى الاونلي حاجه اللي بتزيد في الكونسنجويتي هي الريسيسيف ديس اوردر. فالاول اوتوزوم ريسيسيف ديس اوردر تبقى اكثر مع الكونسنجويتي مش وصلت ولا ما وصلتش؟ ماشي يا فندم. ركز معايا شويه بقى صغيرين كده. انا انت قاعد في العياده مرضين زونر ريسيسيف. توقع مين في المرضين هو المرضين اوتوزومال ريسيسيف. 30 اتوقع ريسيسيف والفيردنج هو اوتوزومال ريسيسيف. فيردنج توقع مين فيهم هو قريب تاني جدا. فيردنج الفيردنج هو الفيردنج هو الفيردنج هو الفيردنج هو سمعت 99% هو قريب استراسيميا احتمال 10 20 30% مع فيرتي هوفمان ده مرض نادر جدا او الى حد ما مرض نادر فيعني سبحان الله هو يختار من دون ما خليق ربنا كلهم واحده ما يعرفهاش تبقى تطلع كده يعني وايه الصدف بس الصدف مش لازم كده غالبا دي من قرايبه عندها نفس الجين محدش عارف ان الجين ده في العيله فظهر صح استراسيميا ده فيرتي كومن تركاري الريت في مصر يصل 9% يعني باحتمال كده واحنا ما اعرفهاش خالص
صعبين تبقى كارثة صح ولا لا؟ باحتمال عالي ككل مكان المرض كومن الكونسيوليت مش مهم قوي. هيستيك فايبروزيس مش مهم خالص الكونسيوليت. بقول لك واحد مش عارف من 10 او واحد من 8 في الاوروبيان كانتريز هيستيك فايبروزيس. طبعا يعني مش مثلا بقى ده مش كونسيوليت. فمرض الرير لا ادور بقى على الثاني مثلا مش وصل يد ولا ما وصلتش. فكل ما كان مرض رير يبقى الكونسيوليت مهمه جدا. طب كده المرض شائع جدا فكل اهميه الكونسيوليت شويه. سهل الكلام؟ سهل الكلام. دي حاجه ممتازه خالص خالص. طيب نفترض كده الواد ده لعب في زومبا ريسيسم. الواد ده ثلاثينيا. لعب برضه ثلاثينيا مثلا. فالواد ده عيان صح ولا لا؟ يا اخي الواد ده دخل عيادة الدم وكبر معانا وقال لي يعني في واحدة معاه بقى من جوه وصور تاخدنا الدم ورايح على زي معاه. جاب لهم قصة حب عنيفة يعني في الآخر هي قرار هما إيه؟ كده عشان هم إيه؟ كارير برضه اتجوز برضه بنت عمه سلام اهو عيالهم بقوا ايه؟ هون جنريشن صح كده؟ في الاولاد العم واولادك نفس الايه؟ كيف بيسموه هوريزونتال انهيرتنس. لا هو دول كارير واخوه اتجوز بنت عمه كارير برضه كلهم سلام اهو هيجيبوا عيال افكتد صح؟ هون جنريشن سلام طبعا. دي حاجه صعبه يا جماعه كده بيسموه هوريزونتال انهيرتنس. حاجه صعبه ليه؟ اصل الدومينانت جاي بعد شويه بيسموه ايه؟ فيرتيكال. الاب يبقى عيان يجيب عيال ايه؟ عيانين احفاد عيانين بيسموه فيرتيكال ايه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ ماشي الحال؟ يبقى بيسموه هوريزونتال انهيرتنس. الاب والام والعم والعمه والخاله والخاله سلام. الولاد ولاد العم ولاد الخاله عيانين. طب وان جنريشن او جنريشن سليم جنريشن تعبان بيسموه هوريزونتال انهيرتنس. ده الريسيس ده كانت الدوميننت الاب عيان جاب عيل عيان قال جوز جاب ايه؟ عيل عيان بيسموه فيرتيكال ايه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ صح كده؟ يعني في الريسيسيف ذيريز نو في الفيرتيكال الاب يوصل لمرض ابنه صح كده؟ لما يبقى الاب عيان يبقى ايه؟ قال عيان. كل الكلام ده ليه؟ بص انت لو ده اتجوز قريب يعني بنت عمه الثانية دي صح كده؟ اللي هي ايه؟ كارير. ركز معايا بقى. هو عيان متجوز قريبته الكارير. صح؟ اخبار العيال ايه؟ 5% كارير. ايه 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 صح؟ 50% صح؟ بصوا اب عيان جاب عيال عيانين. و 50% شبه الدومينانت ده بعد شويه. بيسموها سودو دومينانت. وصلت ولا ما وصلتش؟ تاني لو عيان اتجوز كارير. عيان اتجوز كارير. هيبقى احتمال العيال 50 50 الكارير عيان صح؟ واب عيان جاب عيال عيانين صح كده؟ شبه الدوميننت خالص ان اب عيان جاب عيال عيانين والريسك في الدوميننت بعد شويه اعرف 50% فبيسموها سودو دوميننت انهيرتنس. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى اب لما ريسيسيف عيان يتجوز كارير بيسموها سودو دومينانت انهيرتنس. دي شائعه جدا مع زواج الايه؟ ثلاث اطفال. لو كتبتها الخصومه الريسيسيف هتبقى صح؟ هي صح بس هي سودو يعني ما هو لو ما جابهاش لو في الاخر لا سودو دومينانت سودو عندك بيديجري هي بتاعت السيرفيس اوردر اللي هي صفحه 16 كان جد الاكبر عيان فجاب ولد كارير ما الحمد لله ما اتجوزش كده ما جابش عيال فيه مشكله لما جاب بنات كارير اتجوزها كارير جاب عيال ايه؟ عيالين. دي إيه اللي هي الفيديو جيم. ماشي الحال كده؟ الجده الكبيره خالص عيال صح؟ فجابت ابن كارير البيدجري البيدجري اللي فوق السودا
جابت عيل جامد صح كده؟ فالعيل ده اتجابوا لحظه مش كويسه فجابوا عيال ايه؟ دولاب كلهم بس كارير برضه صح ولا لا؟ كارير ممكن فيهم كارير يعني صح كده؟ فلما بقى كارير صادف كارير تاني جابوا عيال بقى ايه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام؟ اللي ماشي مع اوتوزوما لو انا عارف بجين ستادي مش بال يلا يا شباب عشان الموضوع لسه يحلو خالص ركز معايا فين مش باين ايه ابراهيم ماشي الحال اهلا هشام عاطف ايه الاخبار طيب يا مسهل شباب ايه الاخبار ماشي الحال كل شويه تقابل في الكرايسيس وعلى المستشفى وهيروسيوريا ونقدمه قصه كده. فمعنى الكارير هو اي اس اللي ده بطل مصر في الرجل الجلد. فاهم الكلام؟ مش عنده مشكله خالص. ما شاء الله لا بياخد نقل دم ولا انيميك ولا حاجه. صح ولا لا؟ بس الواد ده بطل مصر في نقل الجلد ده. الجلد ده لو جاله ليموني لو طلعت بقى هليكوبتر كان هيعمل ايه؟ لو هليكوبتر ثلاث سنين حصل له اعراض. فاحنا خضينا نعمل ايه؟ مش قادر اسميه كاري. هو جاد عليك ان هو ايه؟ نورمال. ومش قادر اسميه عيان، يعني ده بطل مصر في رمي الجول عيان ايه؟ صح ولا لا؟ فقوم لا هو تريد دي يعني نسيبها برضه مشكله، قلت نسميه اسم كده انترميديت ان هو كاري مي مانيفست اندر سيرتن كونديشن. وصلت ولا ما وصلتش؟ الجنب الثاني اللي عندهم فاميليال هايبر كوليسترولين يعني اوزومال ريسيسيف النورمال نورمال الهوموزايجوس ده عنده ستيريو هايبر كوليسترولينيا فيلو اندرو 210 سنين حاجه صعب خالص بس الهيتيروزايجوس اللي بيبقى عنده عين بسيطه عرضه ليرو اسيد فيه اكتر من ايه؟ لو لخبط في الاكل وما لعبش رياضه فده زي نورمال برضه شويه يعني محتاج يعمل شويه حاجات محتاج يقل كل شويه يلعب رياضه عشان ما يجيبوش امراض فسميته انتر بعض الاحيان لما يكون الكارير ممكن يحصل له بعض المشاكل او بعض او بيحصل له ديسكوفر تحت سيرت الكوبري نسميها انترميديت وصلت ولا ما وصلتش؟ مش كله لا الاصل مش حاجه خالص لا الكارير لاي مرض ما تبقى اصلا مش حاجه خالص ولا عنده اي اعراض بعض الديسكوفرز بس ممكن الكارير يحصل له اعراض اندر سيرت كونديشن في هذه الحاله اسميها هذا المرض انترميديت صح كده؟ صح. اللي بعديه موضوع كبير بقى. قدام بيجيبوا تاني بس برضه. موضوع كبير ركز معايا يا باشا كده ركز معايا. هو ما هو تعريف هوموزايجوس؟ تمام. نتكلم عن تعريف الهوموزايجوس تو جينز ار ايدنتيتي او تو اليلز ار ايدنتيتي صح كده؟ ده يا جماعه الجين بتاع الثلاثين
بتاع البيتا تشين برودكشن يعني الجين بتاع البيتا تشين برودكشن ده كده جين شكله كده نور صح لو الجين ده حصل في كسر في اي حته مش هيشتغل ركز معايا دلوقتي حصل في كسر في اي حته مش هيشتغل بص الجين ده اتكسر هنا ايه الاخبار مش هيشتغل صح الجين تاني سليم يبقى ده كارثه أمل بعد شوية الجين التاني في عيان تاني يعني كسر أبو كمان ده مش هيشتغل ده مش هيشتغل مفيش تشين خالص ثلاثين صح كده؟ دو أيدنتيكال مش أيدنتيكال مش قادر أقول عليهم مثلا كمان مع إن هو زوبر ريسيسيف وتو جينز بايظين لا بيسموه اسم كده بيسموه كومباوند نيوكلياس يعني ايه الكلام ده في الامراض دي فاريانت من ريسيسيف كود في بعض الامراض الريسيسيف في بعض الامراض اللي هو تو جينز بايظين لما يكون تو جينز بايظين بس بصوره مختلفه واحده بطريقه ثانيه مش قادر عليهم موزايكوس بنسميه كومباوند نيوكلياس معظم الاوتوزوم الريسيسيف ديس اوردر الكومباوند نيوكلياس اكشوالي بس مش ممكن تبقى مضايق يعني ايه؟ نفترض ان ده غلط كده يبقى ايه؟ ده هو مضايق صح ولا لا؟ لكن انا بقى كده عشان كده لطيف هو كلينيكالي مش هتفرق طبعا بتفرق في بعض الاحيان انت اخر هو 30 انتوا جينز بايظين وانا هو 30 بتفرق لما انا بدور على انتي نيتال زيهم بدور على ويتش الميوتيشن صح انا معرف الميوتيشن الافضل منهم شكلها ايه ادور على انهي ميوتيشن سؤال تاني كده لطيف ده عايز ثلاثين اهو وده عايز ثلاثين من فيهم ابوهم وقرايبهم فوق ولا تحت ان غالبا في العيله هي ثلاثين ميوتيشن فلما الاقي ترو هوموزايكوس غالبا في السنه والاسنان لما الاقي كومباوند الفيروزايكو غالبا واحد ثلاثين يا بانطا كارير غالبا واحد ثلاثين يا فلوس الكارير واحد جاي من شان مختلف وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام فالترو هوموزايكوس غالبا كونستانكوس فالكومباوند الفيروزايكوس غالبا ما كونستانكوس وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام كده وصلت دي كومباوند الفيروزايكوس تيجي للمثال اللي بعد كده دابل الفيروزايكوس احنا عندنا مرض اسمه congenital deafness congenital deafness هذا مرض معروف من زمان هو جزوم الايه؟ ففي واحد عنده congenital deafness يتجوز واحد عندها صح كده؟ مرضين جزوم الايه؟ deafness انتوا متوقع ايه؟ ها؟ كلهم يطلعوا ايه؟ يا باشا عيان يتجوز عيانة صح كده؟ بالعقول عيانه بيسمعه بالعقول عيانه ايه؟ بيسمعه ولا عين عنده congenital deafness واحدة واحدة كده يأمن المعروف أن مرض congenital deafness أوتوما ريسيسيف ده واحد عنده congenital deafness يتجوز واحدة عندها congenital deafness بالعقول عيانه بيسمعه طب ازاي؟ ايه دي بقى دبل هيتيروزايكوس فكره ان كونجنيتال ديفنس يتبع فينومينا اللي اسمها لوكس هيتيروجينيسيس ان نفس المشكله بتعمل بكذا ايه شيء في الاخر مشكله ايه واحده كونجنيتال فنفترض ان الام عندها كونجنيتال ديفنس بسبب جين ديفكت على كروموزوم 8 الكروموزوم ايه 8 بتاع الام يبقى تو جينز ايه؟ بايظين عندها ديفنس صح؟ والاب عنده كونجنتال ديفنس ديو تو جين ديفكت على كروموزوم 16 ده الاب ده كروموزوم 16 تخيل العيال كده شكلهم ايه؟ هيبقوا كلهم يوم هتاخد 8 من الام بايظ و8 من الاب سليم يبقى كارير ب 8 تاخد 16 من الاب بايظ و6 من الام سليم يبقى كارير ب 16 اكشوال كارير ب 2 بيسمع في الاخر وصلت ولا ما وصلتش دي
دي بقى اكشوالي هو بقى كارير تو ديفرنت ريسيف جينز اسمها دبل هيتيروزايت. وصلت ولا ما وصلتش؟ اسمها دبل هيتيروزايت. عين كارير لتو ديفرنت ريسيف جينز سهل كده، عين مختلفين على تو ديفرنت كروموزوم، يعني ما لهمش دعوه ايه بالظبط. اللي بعديها دايجينيك انهيريتنس يا مسلم، دايجينيك انهيريتنس. احنا عندنا مرض اسمه ريتينايتس بيجمنتوسا. بس ايه الدرايس بيجمنتوسا ده مرض سوماتيك، مرض ايه سوماتيك سهل الكلام ده. بيتحكم فيها تو ديفرنت جين A وجين B مثلا، جين A وجين B. يبقى كده عندك كام جين من أحكامه في العجل الحدودة أربعة، جين A وجين B صح ولا لأ؟ وجود ركز معايا، وجود ثلاثة منهم يخلي بيتنا سليمة صح؟ يعني الرابع باظ وقال يعمل ثلاثة عرفوا إيه؟ يعملوا سبريشن صح؟ لكن دي ما كفوش. عندنا مرض اسمه هذا الجين، جين حاكله، في تو جينز يمنع الحدوث. هو دايما كده 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 لا يحدث ريتينايتس بيجمنتوسا. مش الحمد لله جينز دول، لكن لو جين واحد باظ والثلاثه الباقيين شغالين ما دول موجودين باثنين زوج 88 وتسعه وتسعه مثلا صح كده. فنفترض بقى اب كارير لواحد فيهم يبقى عنده حاجه، يعني ايه كابتل اسمه دي كابتل دي كابتل هم في قصة والينو بالبي اتنين بيعملوا دور مرتين لو باظوا يحصل ار بي ماشي نأكده. فالاب ده عنده واحد مضروب واحد سليم واحد سليم واحد سليم ما يحصلوش ار بي صح كده. وجوز ام تانية دي كابتن دي كابتن دي كابتن دي اسمه ام عندها مشكلة خالص صح ولا لا؟ مش كده العيال بقى مش ممكن العيل ياخد ده وده صح ولا لا؟ فدي اسمها دايجينيك انهيرتنس، اسمها دايجينيك انهيرتنس. يعني مش عايزين تعرفوها مش مهمة قوي. فكرة ان الواد ده، فكرة ان الواد ده لو عنده بي بي ده مشكلته مشكلة، هو عيان. بس الواد ده هيورث المرض ايه؟ لعياله صح؟ يدي للعيال الاي والبي صح ولا لا؟ بنسبة كام؟ 25%. فدي هما يعني معطوها خصوصا فيها حاجات من الدومينانت اللي هو مرض عياله. فحاجات من الريسيرف 25% بس مش مهم يعني، بس هو يعني كبر ده خلاص مش مهم. الامثال ما تنطرش عليك يعني ايه؟ الكلام ماشي الحال؟ ادي اوتوزومال ريسيرف. نيجي بقى اوتوزومال دومينانت. اوتوزومال دومينانت ايه كفايه ده؟ اوتوزومال وخلاص سهله صح خالص مش فيها حاجه. اوتوزومال دومينانت يعني جين هيظهر صح ولا لا؟ واللي عنده هيورثه الايه؟ العيال دي سهله خالص. مثلا ار كابتن ار سمول ار هنا بقى العين هو ايه؟ الار كابتن صح كده؟ العين هو ايه؟ الار كابتن مش مهم. امال العين ايه؟ هي في الار كابتن ار سمول 50% كده. يبقى الزومال دول تميز بالايه؟ اول حاجه مينو فيو زي بعض صح كده؟ والاب يورث صفه او الام اللي ايه؟ الولاد عادي خالص كده؟ ونسبه الجواز 50% صح؟ ادي يوجوالي تبقى هيتيرو زي صح كده؟ بس هيظهر. طب افترض يا جماعه ان الولد ده يصير تاتوز اهو زومال ايه؟ دومينانت يصير تاتوز هو من نفس طلع ثلاثين حب واحدة وكده من العيادة في الجوازة. هو العيادة ايه؟
50 50 يبقى ار كابيتال ار كابيتال او ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول يبقى 65 دول عيانين صح ولا لا حصلت ولا ما حصلتش ده ممكن تو بيرنتس ديزيز يبقى هي النورمال صح ولا لا خلي بالك عشان بيدجري ان دي تشخص دومينانت ان لو اثنين ديزيز كل عيالهم افكتد ريسيسيف اثنين ديزيز في عيل واحد نورمال دومينانت ديزيز مان دومينانت الدور يعني ار كابتن واحده هي المرض دومينانت وصلت ولا ما وصلتش يبقى خلي بالك لو اثنين دومينانت او اثنين شخص وشخص عيانين واحد عيالهم سليم لابد ان تكون دومينانت صح ولا لا لو اثنين عيانين جابوا عيل واحد سليم فهي دومينانت لو ريسيسيف لازم عيالهم كلهم يبقوا ايه؟ افكت وصلت ولا ما وصلتش؟ صح كده؟ حاجه صعبه؟ طب دخل نظام بقى لو الكابتن ده اتجوز حتى لو اتجوز مين؟ مريم مونرو هيجيب ايه؟ عيال هل يبقى مرسي هيجيب كل عياله ايه؟ يبقى لو هومو زايكوس دومينانت ديس اوردر واحد اتجوز اي حاجه كل عياله هيجيبوا ايه؟ صح حتى لو اتجوز دومينانت مش كده؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ 100% او 30% وصلت ولا لا؟ وصلت ولا لا؟ او تاني؟ هو هوم زايكوس دومينانت اي واحد هياخد الاب اي حد هيبقى ما ياخد واحد من دوت وصلت ولا لا؟ ماشي الحال كده؟ وصلت؟ جميل هي دي الاوتوزوم الايه؟ هو دومينانت طبعا ايه فايده حاجه اسمها كارير؟ عنده هيصرف اللي دول كارير ستيت هي بتطلع فقط على الايه؟ على الريسيسيف ايه؟ الريسيسيف ديسو جميل دي حاجه ممتازه اخر حاجه بقى ونخلص خلاص اخر حاجه نخلص ده يا جماعه نعم ايه؟ ايه؟ ده دول اثنين عيانين ده واحد عيان واحد سليم مختلف خالص صح ولا عكس مش خاصه مش لخبطه دي اخر حاجه بقى يا جماعه ولما يجي لي عيل عنده سيروسايتوز يبقى اكيد يا ابوه يا ابو سيروسايتوز تجيب منين يعني صح ولا لا مش كده لما يجي لي عيل في العيال سيروسايتوز يبقى اكيد يا ابوه يا امه سيروسايتوز صح ينفع عيل يبقى سيروسايتوز وابوه مسلم خالص ينفع يبقى الكونديشنز ازاي يبقى عيل افكتد بدوميننت ديزيز وابوه وامه سلام طبعا اشهر حاجه الميوتيشن دي اشهر حاجه دي الاصل يعني ان اكيد المرض مش موجود في العيله مره ظهر فكده العيله طورت اكيد ظهرت اول مره في الميوتيشن دي واحده وفي حاجه قلناها في الاول اللي هي البريترانس اكسبرسيف صح ولا لا؟ ممكن يبقى اللي حظه بقى الجين ده نون بريترانس في الاب فما ظهرش بس لما ورثه لابنه ما قدرش معاه الجينات اللي حواليه فظهر في الوالد نعرفها بقى بجين ستادي لو في ميوتيشن الاب والام ايه؟ سلام جينو وجينو صح ولا لا؟ لكن لو جه دور في الاب على الجين او الام الموجود بس مش ظاهر على الايه؟ فعرف معرفه عرفت مين البيترانس بالطريقه دي او عرفت ان ده نان بريترانس ايه؟ جين او فاريبل اكسبريسيفيتي يعني الجين موجود في الاب وعامل فيري تمبرشر فيري مايل ما حدش شخصها مشهور قوي على فكره مع الاوستوجينيس ده دول من الجينيس دول الواد عنده كبير اوستوجينيس انت الاب والام الاب يعني طبعا باستمرار 10 سنين ما حدش يعني ايه؟ عنده 40 سنه الاب؟ 10 سنين ما حدش راجل بس هو مش طبيعي ان حد يلبسه معاه ايه؟ فدورت على ايه؟ هو استومه كده عبيطه شويه فصلت له ايه؟ ايده ده حاجه مايل ده بس ما هو عنده مشكله لا دي ابو اكس وصلت له ولا ما وصلتش؟ الحاجه الرابعه اللي هي فاريبل اكسبريشن variable expression يعني ايه؟ انا اقول هي برونكال ازمه ده مرض دوميننت ولا ريسيسيف ولا ايه؟ دوميننت ده الاب والام عندك ازمه؟ ده الاب او الام عندهم رايمالس لان الجين الحقيقه هو جينه في الرجي وجينه في ازمه فالاب عنده الرجي ده اللي وده الجين بتاع الرجي بس الاب الاكسبريشن بتاعه كان رايمالس الوجه بتاعه كان برونكال ايه؟ ازمه variable حاجه اسمها جيرم لاين موزايسيزم ان شاء الله الحصه الجايه اخر حاجه بقى ابوه مش ابوه نان باترنتي سهل الكلام كده يبقى ادي اوتوزومال دومينانت ديس اوردر عشان صفحه كتاب النهارده بقى طبعا
لا لا هقول عليه اكس اي على ماما اكس اي نوت اكس اي نوت C'est téléphone à boutique. Which are the leader again? Send it to me. فيه مفاجأة دي النهاردة لا انت ما تعرفش بقى على فكرة انا جاي متأخر ليك البتاع ده يعني Yeah, I like that.